يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم بحلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذل. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. إقبال كبير جدا من القراء والجمهور من مختلف الفئات العمرية في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي بيعتبر الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها. الناس طبعا بتستناه من السنة للسنة، وكتير من الأسر المصرية بتعتبر خروجة كده لكل العيلة، خصوصا في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي، أيام أجازات زي النهاردة وبكرة جمعة. صحيح يا شاذ، الحقيقة أنه معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم يمكن المعارض اللي ليها علاقة أو متعلقة بالقراءة، مش بس في مصر لكن في الشرق الأوسط، وتاني أكبر معرض حتى عالميا. ويمكن الحقيقة هو مش بس كمان مجرد مكان لبيع وشراء الكتب، لكن كمان بيكون متنفس ومتنزه ثقافي وفني للأسرة المصرية بشكل عام. عشان كده بنلاقي كتير جدا من رواد المعرض دايما حريصين انهم يروحوا بدري عشان يلحقوا يلفوا المعرض كله ويدوروا على الكتب اللي هم عايزينها. كمان جناح الاطفال بيكون في مجموعه كبيره جدا من الفعاليات الثقافيه والفنيه زي ورش الحكي، الرسم والتلوين وغيرها من الفعاليات اللي تجذب الاطفال. واعتقد انت بنتك امبارح كانت حريصه ان هي تروح، صح يا شاذل؟ حصل يعني بتروح دايما اول يوم في المعرض، وبالمناسبه امبارح كان زحمه عن النسخه اللي فاتت من المعرض، كان ازحم. هو معروف ان اول يوم طبعا بيكون زحمه بشكل طبعًا عام، لكن النسخه دي الاقبال كثيف جدا من كل الفئات العمريه زي ما كنا بنتكلم. وبخصوص بقى موضوع التلوين وجناح الطفل، فاحنا يمكن خدنا جوله كده قبل المعرض ما ينطلق وشفنا الاستعدادات والتجهيزات. الدنيا هناك يعني زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي، المشهد ده من اللي حصل امبارح، اقبال كثيف من كل الفئات العمريه، كل القاعات مجهزة، المتطوعين زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم بالأمس موجودين، تم تدريبهم، تم توزيعهم على القاعات والأجنحة اللي موجودة جوه عشان يساعدوا الناس في حال حد محتاج يستفسر عن حاجة، حد محتاج يروح جناح معين أو بيستفسر عن كتب معينة. كل ده كان تم الاستعداد ليه طبعا قبل انطلاق هذه النسخة. معظم دور النشر كمان مقدمين عروض كويسة جدا وخصومات كتيرة على الكتب والإصدارات، وده بخلاف طبعا دور النشر بقى الحكومية المدعمة زي المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كمان الهيئة العامة للكتاب أكيد، والمجلس الأعلى للثقافة. كل المؤسسات دي بتقدم عروض كتيرة جدا وكتب كتيرة بأسعار مخفضة. يمكن المشكلة الوحيدة جمانة اللي بتقابل الناس، واللي يمكن بنتي قالت لي عنها امبارح، ان الناس لما بتشتري كتب بتبقى كتيرة، فهم مش عارفين يخرجوا من المعرض عشان هيخرجوا بره خالص ويحطوها مثلا في العربية ويرجعوا يدخلوا تاني، فبيضطروا ان اليوم بيبقى طويل طبعا، فبيشيلوا كل الكتب دي معاهم في شنط. بعض الناس بتجيب الشنط اللي هي بتتجرد. لسه اقول لك يعني لما حتى كنا بنروح من زمان جدا انا وماما كنت لازم يبقى معاها شنطة عشان تقدر تحط فيها الكتب. بتتجرد مش طبعا يعني اعتقد ده عرف او دي عادة احنا متعودين عليها، عشان معرض الكتاب انت مش بتروح تجيب كتاب واحد، انت صحيح بتروح تجيب مجموعة من الكتب. لكن بالنسبة للنقطة اللي اتكلمت فيها، فكرة حجم الناشرين اللي موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي بيشارك في المعرض حوالي 1200 ناشر من 70 دولة، ده طبعا بجانب كمان ندواته والفعاليات الفنية والثقافية اللي بتؤكد فكرة شعار المعرض نصنع المعرفة ونصون الكلمة. النهاردة طبعا هنكون مع حضراتكم في تغطية لأهم الفعاليات والندوات الخاصة بمعرض القاهرة في دورته 55، ومش عايزين طبعا ننسى ان احنا نشكر كل القائمين على هذه الدورة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كمان المتطوعين اللي موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيساعدوا كل الزائرين طول وقت يعني طول وقت المعرض من الصبح لحد بالليل، اكتر تقريبا من الساعه 8 الصبح للساعه 8 بالليل يا شاذلي، 12 ساعه موجودين لمساعده حضراتكم. فلو حد احتاج اي حاجه في اي لحظه، اي سؤال، لو حابب يعرف اماكن اجنحه معينه متعلقه بالكتب او اي شيء احتاجتوه هناك، المتطوعين هيكونوا معاكوا على طول ومستعدين ان هم يساعدوا حضراتكم في اي شيء تحتاجوه. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعاده عليكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للمية ونتعرف منها على حاله الجو في مختلف المحافظات. يا لمية صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده الطقس هيكون مائل البروده نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، كمان في امطار متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، وامطار خفيفه لمتوسطه على مناطق ثانيه من
جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء بتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 19 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 23 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وقعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن أهمها أنه في معرض الكتاب امبارح تم افتتاح فعاليات البرنامج الثقافي للنرويج ضيف شرف الدورة 55. وقالت أميرة النرويج أن معرض القاهرة هو أعرق معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وأنه ترجمة الكتب من اللغة النرويجية إلى اللغة العربية واسعة الانتشار هو فرصة كبيرة لعرض الثقافة النرويجية وخلق جسور للحوار والثقافة. And many contributions to the arts and science speaking world. And it is a great privilege for Norway. Oh, absolutely. I think بالنسبة للعلاقات المصرية النرويجية، نحن نتمتع بعلاقات طيبة بين البلدين، وبالطبع مملكة النرويج ممتنة جدا لاختيارها كضيف شرف لهذه النسخة من معرض الكتاب. كما لاحظت وكما رأيت أن هذا هو حدث كبير، يشعر المصريين بالفخر لوجود مثل هذه الفعالية في بلادهم. إذن هذه هي نبذة عن العلاقات الطيبة بين مصر والنرويج. كمان في المعرض امبارح كان في ندوة بعنوان الخطاب الديني في مصر، دي طبعا كانت بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. الندوة دي كانت بتحتفي بإصدار 200 عدد من سلسلة رؤية، واللي مش بس بتقدم محتوى ديني معتدل لكن كمان بتتناول مواضيع متنوعة زي علم المصريات والحوار مع الآخر وأيضا قضايا المرأة. بالتعاون كامل وانسجام كامل حتى على مستوى الأداء الوظيفي والفئات المكملة، وكما أوجه الشكر للسادة الكتاب الذين ستكرمهم اليوم أو لزملائهم الذين إن شاء الله يكرمون في نقاط أخرى أو مكرمون بما كتبوا. في أولى ندوات هذا المعرض يأتي الاحتفاء والاحتفال بإصدار أكثر من 200 عدد من سلسلة رؤية، ورؤية للنشر ورؤية المترجمة التي تعد واحدة من أفضل السلاسل في مجال الفكر الديني، بل أؤكد أنها ربما أفضل سلسلة في مجال الفكر الديني الوسطي في القرن 21. ومنها انبثق العديد من المشاريع، منها موسوعة رؤية التي أنتجتها الهيئة العامة أو أصدرتها الهيئة العامة للكتاب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. والحقيقة كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه الكبير لبناء وعي ديني وثقافي ووطني رشيد، فكل نقطة وعي توفي نقطة دم. الجماعات المتطرفة والمتشددة عندما شوهت المفاهيم الصحيحة وأربكت الناس واختطفت الشباب دفعت الدولة المصرية ودفع العالم ثمنا غاليا، كما أكد سيادة الرئيس في حديثه في أكثر من مرة، وكما يحدث من الدول التي مزقت بسبب الفكر الإرهابي والفكر المتطرف. نحن نحمي ديننا ونحمي وطننا ونحمي أمتنا ونحمي الإنسانية من شر التطرف بتفكيك الفكر المتطرف. كمان امبارح أقيمت في القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان الإنسان والسياسة، وكان ضيف الندوة الكاتب السياسي دكتور علي الدين هلال، وحاوروا خلالها محمد أحمد مرسي. وتحدث الدكتور علي الدين هلال عن تجربته الشخصية وعن أهمية الوعي السياسي لدى المواطنين. الإنسان والسياسة أو الناس والسياسة صلة، أكاد أقول السياسة والإنسان وجهين لعملة واحدة.
بالنسبة لي وأنا أذكر جيدا اهتمامي بالسياسة كمعرفة كفكر كمتابعة بدأت مبكرا. الإنسان من صنع ظروفه. أنا دخلت يعني في عام 57 التحقت بمدرسة الخديوية الثانوية، وجدت في هذه المدرسة طالب شكله مختلف عننا المصريين. من أنت؟ اسمي فيصل عبد الكريم من عدن. وجدت أيضا شخص آخر قال لي أنه من هرر. شخص ثالث من الصومال، موسى إسلام فارح، وبعد سنوات أصبح هو أول سفير للصومال في مصر بعد أن استقلت بلاده. يعني وأنت في عمر 14 سنة و 15 سنة بتكتشف أن مصر جزء من كيان أكبر في بلاد أخرى. طبعا ثم عندما انضممت إلى كلية الاقتصاد عام 60 وجدت بقى كل الناس عراقيين وكويتيين وسعوديين. يعني فكرة السياسة أول يعني أستاذ لي كان سور الأزبكية. احنا كنا نسكن وقتها في منطقة اسمها باب الخلق، منطقة الضرب الأحمر، من الأحياء القديمة في مصر. وكان سور الأزبكية ده في ميدان العتبة. كان سور الأزبكية هو ملاذ، تجد كبار المثقفين المصريين إلى جانب بقى الشباب البسطاء من طلاب الثانوية العامة أو الكليات الجامعية يذهبوا لي. عامل آخر يقول الإنسان نتاج ظروفه، إن أنا مثلا حضراتكم وأنا في الثانوية المرحلة الثانوية يحصل حاجة اسمها الوحدة المصرية السورية 58، قبلها بسنتين يحصل حاجة اسمها تأميم شركة قناة السويس. الأحداث التي عاش فيها جيلي مش قادر أجبرت، فرضت، أوجدت البيئة المناسبة لكي نهتم بالسياسة ولكي نتابع السياسة. أنا عايز الاهتمام بالسياسة في حالتي الشخصية كان نتاج عاملين، عامل شخصي يتعلق بالظروف الشخصية، الأشخاص الذين عرفتهم ويسروا لي الاهتمام بالسياسة، ثم الظرف العام، السياق التاريخي العام اللي جعلنا أكثر اهتمام بالسياسة وأكثر إدراكا لدور السياسة في صنع السلام والحرب أو في صنع الغنى والفقر. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة سوهاج تم تسليم أجهزة طبية لمستشفى الجراحات الخاصة، وده استعدادا لتشغيلها خلال الفترة اللي جاية. كمان تم تقديم خدمة صحية مميزة لأهالي المحافظة. أما في محافظة الإسماعيلية فتم إغلاق طريق أم كلثوم لمدة عدد من الأيام، وده طبعا بسبب أعمال الصيانة والإصلاح. امبارح كمان في الأقصر تم تحليق 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 960 سائح من حول العالم. أما في كفر الشيخ فبيتم تنفيذ أعمال مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 838 مليون و932 ألف جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في القليوبية أعلن مجلس مدينة طوخ إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 في إطار تخفيف العبء عن المسافرين يومياً من أبناء مركز ومدينة طوخ، وبيعمل يومياً 4 أتوبيسات تبادلية من مدينة طوخ لموقف أحمد حلمي. في سوهاج أعلنت الجامعة أنه تم استلام الأجهزة الطبية لمستشفى الجراحات الخاصة القلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام
استعداداً لتشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة بإجمالي تكلفة بلغت 475 مليون جنيه لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. في الجيزة أعلنت المحافظة أنه هيتم إجراء غلق جزئي للطريق الساحلي لمدة 15 يوم ابتداء من غد السبت، وده في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي، تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية. في الشرقية أكدت مديرية الصحة أنه هيتم إدخال عناية مركزة للأطفال بمستشفى حميات الزقازيق بداية من شهر فبراير المقبل، على أن تخصصوا لمرضى الحميات من الأطفال مع تدريب الكوادر التمريضية وتوفير طاقم الأطباء لاستكمال تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالمستشفى. في الإسماعيلية أعلنت المحافظة أن مديرية الطرق والنقل قامت بغلق طريق أم كلثوم بداية من كوبري الجيش حتى طريق البلاجات حتى غدا السبت بسبب أعمال الصيانة والإصلاح للطريق. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 960 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الغربية تشهد مدينة كفر الزيات وعدد من القرى التابعة ليها غدا السبت انقطاع للتيار الكهربائي على مدار ساعتين بسبب أعمال الصيانة الدورية، وهيتم الانقطاع من 7 صباحاً حتى 9 صباحاً. في كفر الشيخ بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 838,932,000 جنيه على مساحة 12,000 متر، وبلغت نسبة التنفيذ 37% لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس والمراكز المجاورة طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل. مشاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل والصبح بدري هيكون الجو شديد البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، بتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة اللي مكمل معانا بظروفه دي لحد يوم الاثنين او الثلاث زي ما حضرتك قلت لنا امبارح. بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يمكن الأول شفنا أمس انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير، فرص الأمطار اللي كان موجود بشكل متفاوت من محافظة لمحافظة، من محافظات السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، استمرار تأثرنا بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم فهتساعد في انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان هيكون معها فرص لسقوط الأمطار. اليوم فرص سقوط الأمطار هتكون متوسطة على السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، تمتد كميات الأمطار ما بين الخفيفة المتوسطة لمناطق من مدن القناة، جنوب الوجه البحري، خليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوثة تتجاوز 30%. فبالتالي احنا عندنا اليوم أمطار متفاوتة الشدة من محافظة للتانية، يعني على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، وطبعا أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. كمان اليوم طبعا في استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة والأجواء الشتوية المائلة للبرودة خلال فترة النهار في معظم محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، أجواء مائلة للدفء على المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأيضا بعض الأماكن من شمال الصعيد، ده خلال فترات النهار خاصة. دكتورة منار. ألو، مع حضرتك يا فندم، كملي.
تفضل يا دكتور معنا. طيب نشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 19 12، اسكندرية 18 12، العلمين الجديدة 17 11، مطروح 17 11، ودمياط 19 13، بورسعيد 19 12، إسماعيلية 20 11، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 12، العريش 20 11، كاترين 16 3، وطابة 20 12، حلايب 19 16، وشلاتين 23 15، شرم الشيخ 22 14، والغردقة 22 13. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 21 8، أسيوط 20 7، سوهاج 19 8، وقنا 20 8، الأقصر 29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 11. لمحافظة اسكندرية اللي بتشهد سقوط أمطار غزيرة، وده بيحصل بالتزامن مع نهاية نوة الغطاس وبداية توقيت نوة الكرم، علشان كده تم رفع حالة الطوارئ للتصدي لمواجهة الأمطار وتجهيز عربيات لشفط المياه في الشوارع. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. في الوقت الحالي بيشهد توقيت نوه الغطاس ولا خلاص يعني بدات نوه الكرم دلوقتي؟ استاذ لميا، احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك كده احنا معدلات التغيرات المناخيه معايير متابعه معانا التوقيتات والنوات والكلام الجميل اللي كان بيتسجل معانا في النتائج والاجندات، انما احنا متابعين معايير الاوساط اول باول كده، اول ما قلنا في تغيرات مناخيه بنبقى جاهزين على طول للتعامل مع التغيرات المناخيه. من يوم الاثنين اللي فات احنا راقبين الحاله، من يوم الاثنين اللي فات يعني النهارده اليوم الخامس على التوالي، 24 ساعه عربياتنا كلها في اماكن تمركزها ومستعده لرفع الميه من اي مكان يجمع فيه الميه. احنا طبعا موقفين حوالي اكثر من 180 عربيه وبزاله على مستوى اسكندريه عشان دي الاماكن اللي متوقع يتجمع فيها الامطار. الامطار بتبقى غزيره ومتوسطه وساعات بتبقى في رعد وبرق، انما الحمد لله احنا بقول لحضرتك يعني اول باول كده الناس موجوده وبتتعامل وبترفع الميه على طول، والحمد لله ما فيش اي عقبه مرية على مستوى المحافظه بالكامل. طيب كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا من الامطار ومن تقلبات الطقس. يعني حاليا طبعا في سحب موجوده وسحب يعني ممطره خلال الليل، الليله دي مثلا كان في امطار على مناطق غرب اسكندريه وبعض الاجزاء من وسط اسكندريه. قبلها بيوم كان برضو على شرق وعلى وسط وعلى غرب. انا بقول لحضرتك من يوم الاثنين حتى الان الحاره يعني في استنفار من كل معداتنا وكل محطاتنا ورجالتنا بالتنسيق طبعا مع كل اجهزه تنفيذيه في المحافظه كلنا كده على قلب. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، ازاي بيتم الاستعداد والجاهزيه بين المؤسسات المعنيه علشان يعني يتم سحب المياه والاستعداد لمواجهه الامطار او النواه الموجوده في اسكندريه؟ ما هو استاذ لميا احنا زي ما بقول لحضرتك كده، احنا اول ما نعرف نهايه الارصاد ان احنا بيجينا التوقعات قبلها ب 48 ساعه وقبلها بيوم بقى بناكد التوقعات، وكل شويه بيجينا لو في تغيرات بنبلغ بعض في الاجهزه التنفيذيه كلها بتتعامل مع الامطار. اللي بقول لحضرتك موجودين ولينا اتصال مع بعض بالنتيجه الواتساب، لينا اتصال مع كل اجهزه تنفيذيه في المحافظه الحمد لله، وتوصيف كامل من كل اجهزه تنفيذيه بنسبه معالي الوزير المحافظ طبعا. ابرز الاماكن في المحافظه اللي بتشهد تساقط لمياه غزير، وايه يعني وهل بيحصل تراكم في الشوارع المختلفه ولا يعني بيتم سحبها بشكل مستمر؟ يعني زي ما قلنا حاجه كده امبارح مثلا كان التركيز في غرب الاسكندريه على حي العجمي وحي العمريه، حصل بعض تجمعات في حي العجمي، ده الكلام ده قبل الفجر، وبعض التجمعات تم التعامل معاها وانهائها على طول، انما زي ما حاجه كده جايبه في الصوره دلوقتي ساعات البحر برضه بيعلى، يعني برضه خلال يوم الثلاث كان البحر عالي شويه في منطقه المكس، طلعت برضه الميه على الكورنيش، فساعات بيبقى في امطار من ومعاها في نفس التوقيت في برضه بيبقى في ارتفاع الامواج كمان في الاسكندريه. ازاي تم الاستعداد ورفع حاله التاهب قبل الطقس السيء ما يوصل لسقوط الامطار اصلا؟ لا حضرتك يعني احنا دايما بنستعد للشتاء ده من فتره كبيره جدا، يعني بعد نهايه الشتاء السنه اللي فاتت بنستعد للشتاء ده بخطه كبيره جدا لتطهير السنايف وتطهير
الشبكات ورفع كفاءة المعدات والسيارات. حيث بيبقى في خطة كده موجودة على مدار العام كله استعدادا لموسم الشتاء، تبدأ بقول حضرتك من نهاية الشتاء السابق للشتاء الحالي. أول ما ينقرب بقى فصل الشتاء والأمطار بنبدأ بقى خطة لمحاكاة الأمطار في الأنفاق وفي الكباري. برضه متأكد من فتح المصبات الموجودة على الكورنيش، واحنا الحمد لله في الاسكندريه يعني الدوله وفرت في الاسكندريه حاجات كتير جدا. على سبيل المثال يعني موضوع رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي، نتكلم على اعمال بحوالي 2.3 مليار جنيه التنفيذ العيال الانسيه. فصل مياه الامطار اللي برضه الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه وبيتنفذها برضه معانا العيال الانسيه، برضه بنتكلم في حوالي 2.5 مليار جنيه. يعني المشروع بتاع فصل مياه الامطار ده المشاريع الحمد لله اللي هي برضه ربنا كرمنا بيه في الاسكندريه، بحيث ان احنا الامطار بتخش دلوقتي على شبكه الصرف الصحي زي الفتره السابقه. يعني هل في تطور اكتر في الخطه السنه دي، او يعني في خطه تعملوها بعد كده علشان تقضوا على تراكمات المياه في الشوارع وتصريف المياه وتحريك السير وكمان تاهيل على المواطنين؟ الخطه طبعا بقول لحضرتك يعني الخطط موجوده ومستمره، التنسيق مع الجهات التنفيذيه، التنسيق مع الجهات العلميه عشان ناخد من كل حديث. تعرف حضرتك برضو دلوقتي التغيرات المناخيه والتوقعات اللي في كل فتره بيحصل كميه امطار بتزيد، ففي تنسيق كامل مع كل الجهات العلميه والجهات التنفيذيه عشان نقدر نواكب اللي بيحصل على مستوى العالم. يعني بشكرك شكرا جزيلا للواء محمود نافع رئيس شركه مياه الشرب بالاسكندريه. ودلوقتي مره ثانيه هنرجع لشاذلي وجمانه نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمى. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 22 من الدوري الايطالي. بالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده فهيكون موضوع خطبه الجمعه عن الدفاع عن الاوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى. النهاردة هيلتقي جمهور الساقية بفريق بلاك تيما على مسرح النهر في 7:30 في سهرة غنائية مميزة بيقدم فيها الفريق عدد من الأغاني اللي اشتهر بيها زي بحار وكل مرة وأخبار أهرام جمهورية. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية تجمع بين كالياري وتورينو في إطار الجولة 22 من الدوري الإيطالي الساعة 10:15. طبعاً إحنا دلوقتي في شهر طوبة في التقويم القبطي الجو بيكون ساقع جداً بالليل، عشان كده الأمهات دايماً بيحاولوا أن الأطفال يضغطوا كويس جداً وهم نايمين، طبقة بقى والتانية والتالتة بطاطين والحفة وحاجات كتيرة جداً. بس الغطا طبعاً مهم ان يكون الماده بتاعه البطانيه المستخدمه تكون بتدفي لكن تكون خفيفه على صدر الاطفال، لانه صدر الاطفال القفص الصدري ما بيتحملش التقل بتاع الحاف والبطانيه والكلام ده. في دراسه طبعا حذرت من ده ومنشوره في واشنطن بوست وبتقول ان البطانيات الثقيله ممكن تتسبب لا قدر الله في وفاه الاطفال الرضع. يا صحيح احيانا بيبقى في فعلا بعض البطانيات بتبقى تقيله جدا يا شاذلي حتى على الكبار، يعني بتبقى وانت بتشيلها او بتمسكها بجد بتبقى تقيله جدا. يعني زمان كنا بنغطى بطانيتين وثلاثه، دلوقتي بس كانوا خفاف ما كانوش بالتقل بتاع، يعني في بعض البطانيات فعلا تقيله جدا. على اي حال خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره نهى ابو الوفا استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بقصر العيني. صباح الخير حضرتك يا دكتور. في البدايه يعني حسب هذه الدراسه هل بالفعل في مخاطر من البطانيات الثقيلة على الأطفال؟ طبعا في مخاطر جامدة جدا، لأن القفص الصدري أول ما الطفل بيتولد بيبقى لسه مش صلب، لو الطفل اتغطى ببطانية ثقيلة أو أي حاجة ثقيلة على صدره بتخلي عنده صعوبة في التنفس. طيب لأنها بتضغط على الرئة. أيوة. ده لسن قد إيه طيب؟ يعني كام شهر؟ لغاية سن عمر 6 شهور يا فندم. لغايه 6 شهور. طب احنا في بعض الاوقات كده بعض الدكاتره يقولوا لازم تقلب الطفل على ينام على صدره شويه، فكده اعتقد ان ده ضغط برضه على الطفل. لو هينام على بطنه شويه يكون او هو صاحي، ما يكونش هو نايم، لان هو ممكن وهو نايم يعني نفسه يتكتم في المخده نفسها. فطبعا الطفل وهو نايم بيخليه افضل وضع ليه نايم على ظهره،
ويكون افضل حاجه يكون نايم في سريره، ما يكونش حد نايم جنبه علشان برده ما فيش اي حد يضغط عليه. ويكون نايم في سرير مخصص ليه، يكون ليه حواجز علشان ما يقعش، ويكون السرير طبعا ثابت مش مايل لو كان سرير ملوش حواجز عشان ما يقعش ويتخبط مثلا او حاجه في الراس. فلازم البطاطين تبقى معقوله خفيفه، اللي هي بطاطين الاطفال الرفيعه، وبرده ما نزودش التدفئه قوي للطفل لان جلدهم بيبقى حساس قوي، فممكن يحصل تسلخات او احمرار في الجلد، فالطفل ما بيستحملش درجه الحراره العاليه قوي. في السن ده ما بيقدرش ينظم درجه حراره جسمه مش زي الكبير. ولازم هدومه كمان ما تبقاش ضيقه، تبقى واسعه علشان يقدر يتنفس بسهوله. طب دكتور، ليه الاطباء حذروا من الضغط اللطيف؟ يمكن ده مصطلح اللي وصفه مصنعو منتجات النوم الثقيله. ايه هو اصلا المنتجات الضغط اللطيف، وهل هي خطر او لا؟ بصي حضرتك، اي ضغط قبل سن 6 شهور بالذات في الايام الاولى بحديث الولاده خطر. حضرتك العظم بتاعهم القفص الصدري بيبقى ضعيف جدا لاي حاجه، فلازم احنا بنحافظ على الطفل في المعامله بتاعته، حتى واحنا بنغير له واحنا بنشيله واحنا بننيمه لغايه ما يبدا ان القفص الصدري يبدا ينشف شويه من بعد سن 6 شهور لغايه عمر سنه ان شاء الله. يعني الموضوع مش متعلق بالماده الخام المصنع منها البطانيه بقدر ما هو متعلق بسمك البطانيه وتقلها. التقل يا فندم، اي حاجه تقيله على صدر الطفل في منتهى الخطوره. طب بالنسبة لاستخدام الدفايات يا دكتور؟ أيوه. الدفايات يعني هل هي أمنة للأطفال أو لا؟ يعني في أم ممكن تقول خلاص أنا مش هغطي ابني أو الطفل ببطانية تقيلة، ممكن تغطيه بحاجة خفيفة، لكن مثلا تدفي الأوضة، تخلي الدفاية موجودة أو شغالة، هل ده آمن ولا لا؟ بصي حضرتك، لو إحنا هنستخدمها بصورة مظبوطة إن إحنا نخلي الدفاية بعيدة عن سرير الطفل، ما تبقاش ان كونتاكت مع السرير علشان ما يحصلش حرق مثلا لا قدر الله بالليل، لو ان في بعض الدفايات ما بتبقاش زيت اللي هي الدفايات الثانيه. نخليها بعيده بدرجه حراره قليله، يعني ما نبقاش معلينها قوي. واهم حاجه بقى ان احنا ما نطلعش الطفل من اوضه دافيه قوي لاوضه ساقعه قوي. بالذات اللي هم الرضع حديث الولاده، لان هو هيتعب جدا، هتلاقي دخلت ادوار جامده جدا لان مناعته بتبقى ضعيفه جدا. طيب الجو برد جدا يا فندم اليومين دول، وكل الامهات بتلبس مثلا 3 4 5 6 طبقات، هل ده صح ولا غلط؟ لا غلط حضرتك. احنا طيب كم طبقه مثلا من الملابس ممكن تكون مناسبه للطفل في التوقيت ده؟ هما طبقتين يا فندم، 3 ماكسيمم، ان احنا نلبس حاجه من تحت وبعدين نلبس سلفات وبعدين نروح لابسين سلفات تخين مثلا واحنا خارجين بس. لكن ان احنا نحط كذا طبقه ده بتكتم الستر. تاني حاجه، الحاجه بتبقى تايت، بتبقى ضيقه جدا عليه، الطفل ما بيبقاش عارف ياخد نفسه بصوره سليمه يعني. طيب بالنسبه يا فندم لا حتى يمكن الامهات اللي ممكن تكون قبل الاستحمام، من قبل ما تحمي اطفالها الرضع تحديدا، ممكن تبقى بتدفي الحمام شويه، او ان هي ده في مشكله ولا امن او غير امن؟ لا مفيش مشكله، احنا لازم ندفي المكان اللي الطفل هياخد شاور فيه. لو كان ويستحسن في غرفه، لو كان هو صغير ندفي الغرفه كويس قوي. نقيس درجه حراره الميه، لازم درجه حراره الميه بالميزان بتاع الميه نقيسها تبقى مظبوطه، ما تبقاش ولا سخنه ولا ساقعه، علشان الطفل طبعا لما هيبدا ياخد الشاور هيبرد، درجة حرارته هتنزل شوية. ونلبسه طبعا كويس، ويستحسن يلبس جلافز جوانتي وشراب على طول بعد ما ياخد شاور وايس كاب. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور نهى ابو الوفا، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده بقصر العيني. واضح انه حسب هذه الدراسه يا شاذلي، واضح انه فعلا البطانيات او البطاطين الثقيله طلعت فيها مشكله وطلعت خطيره على الاطفال الرضع. طبعا يعني. بكل تاكيد. طيب من دراسه على الاطفال الرضع وحديثي الولاده لدراسه اخرى كشفت عن ان تناول كميات كبيره من الاطعمه الغنيه بمضادات الاكسده بتساعد على الوقايه من خطر الاصابه بالام الظهر خصوصا عند النساء. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور ياسمين الصرفي استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحيه، يعني حسب هذه الدراسة، إيه أهمية الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وإيه علاقتها بآلام الظهر خاصة عند النساء؟
خلينا نعرف الاول بسرعه ايه المواد المؤكسده. دي حاجه اسمها شوارد حره، ذرات اكسجين غير مشبعه بتهاجم الخليه عشان تتشبع، تاخد منها الكترونز وتتشبع، فطبعا بتسبب تلف للانسجه والخلايا بتاعه الجسم. بنتعرض لها من العوادم، من التدخين، من الاكل المصنع، الجبن المصنعه واللحوم المصنعه، ودي بتسبب مش بس في الم الاسفل الظهر، سكر وسرطان والزهايمر والتهابات المفاصل اللي هي بتسبب الم الظهر، الم اسفل الظهر والم العظم بصفه عامه. فاحنا بناخد لها حاجات مضادات اكسده، بتبقى في اطعمه غنيه بيها اللي هي الاطعمه الغنيه بفيتامين سي، طبعا من اقوى مضادات الاكسده اللي هي اغناها برضو اللي هي الفلفل الملون، البرتقال، احنا في موسم البرتقال دلوقتي، والرمان والفراوله والكيوي والاناناس، دي كلها حاجات غنيه بفيتامين، والجوافه طبعا. في حاجات الغنية فيتامين دي زي الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات، الحاجات الغنية فيتامين إي المصدر النباتي ليه، الحاجات اللي لونها برتقاني زي البرتقان، زي بياض صفار البيض، الحاجات اللي لونها بيبقى قلب برتقاني، المشمش، الحاجات دي كلها بنسميها مضادات أكسدة قوية جدا. في برضو مضادات أكسدة في التوم والبصل والبروكلي، الحاجات الغنية بحاجة اسمها اس اتش جروب، دي بتبقى هي المجموعة الصليبية زي البروكلي والقرنبيط والكروم والثوم والبصل، الحاجات دي برضه غنيه جدا بمضادات الاكسده وبتقي جدا من امراض السرطانات ومن برضه التهابات المفاصل. فيعني مضادات الاكسده دي موضوع كبير يعني مهم جدا للصحه، ولازم نهتم بيها في اكلنا كله، مش بس للستات، ستات ورجاله واطفال. ده بقى اللي كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك، هل الموضوع ده مخصص للسيدات فقط؟ لا لا مؤثر لا كمان لا 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 مضادات الاكسده هو عمود فقري واحد لان كلنا بنتعرض لعامل المؤكسده دي، مش الستات بس بما ان الستات التهابات المفاصل عندها وجع الم الظهر بيبقى اكتر شويه عشان الحمل والشيل وخطوة البيبي والم الدوره الشهريه اللي هي بتسمع في الظهر من ورا، فيعني بنتكلم عن الم اثر الظهر عامه يعني مخصص يعني بالنسبه ليها اكتر يعني. طيب دكتور، هل في اطعمه غير الاطعمه المضاده للاكسده ممكن تحمي من الام الظهر او الام العظام بشكل عام؟ في الكركم، يعني عندك الكركم دوت، ده اتعمل منه كبسولات دلوقتي. ممكن تاخدها تستعمل الكبسولات الموجوده في الصيدليه، وممكن معلقه كركم على كوبايه لبن في اليوم، او نتبل بيه اللحمه او نحطه على الرز. الكركم ده حاجه مضاد اكسده، مضاد سرطان، وبيظبط وظائف الجهاز وظائف الكبد جدا. والدراسات بقى اتعملت على الكركم ده، لان هو فعلا كان بيقلل سرطان الثدي عند الستات بنسبه كبيره جدا، فلازم الستات تهتم بالكركم والجنزبيل، الحاجات اللي هي العشبين دول مهمين جدا. يعني يستخدموها بشكل معين ولا ايا كان؟ يعني ان كان زي ما قلت ممكن في تتبيل، يعني ممكن في تتبلي نتبل بيه الفراخ او اللحمه، او نحطه على السلطه، او نحطه على كوبايه لبن زي ما ناس تشرب مثلا لبن بالجنزبيل او لبن بالقرفه، لبن بالكركم. مش يعني مش هينفع ناخده كده بالما، لازم نحطه في حاجه يبقى طعمها حلو ومستساغ بالنسبه طبعا اكيد. طب هل ممكن تضطر مثلا السيده ان هي تاخد علاج ادويه؟ لايه بالظبط؟ طبعا التهابات المفاصل اكيد طبعا، لو في التهابات زايده امراض. بنقول ده ليه يا فندم؟ عشان اكيد الاطعمه اللي حضرتك ذكرتيها دي بتحتاج وقت يعني. طبعا يعني انت هتاخدها دي لازم تشتغل على المدى الطويل، لازم تكون في نظامك الغذائي وهتساعدك مع الدواء. يعني انما لو في الام بقى حاليه دلوقتي، الالام حاليه دلوقتي طبعا، لو في الالام زايده طبعا لازم هتاخد مسكن، او هتاخد يعني هتتابع بقى مع الدكتور الاطفال، لازم هتاخد ادويه. احنا بنقول على حاجات مساعده بس يعني ده مع دوت هيكون فعال جدا، ولو اهتمت بده في اكلها هتلاقي الالام خفت والمناعه بتقوى كمان من مضادات الاكسده، مش بس الام الظهر يعني، احنا فصل الشتاء كمان هي مهمه جدا للمناعه كمان. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة ياسمين الصرفي استشاري التغذية العلاجية، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لأهم الأخبار مع لمي. شكرا لك شازلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تصدر محكمة العدل الدولية قرارها اليوم بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية.
جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه التدابير المؤقتة من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها اليوم في الساعة 12 ظهرا بتوقيت Greenwich. نددت فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، داعية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي. دعا مدير منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها جحيمية. وأضاف أدهانوم خلال كلمته أنه مؤمن بأن الحرب لا تأتي بحل بل بمزيد من الحرب والكراهية والعذاب والدمار. War doesn't bring solution except more war, more hatred, more agony, more destruction. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن صواريخ أطلقت على مجمع للغاز في إقليم كردستان العراقي. وقال مصدر أمني للوكالة إن صاروخي كاتيوشا استهدف حقل كرومور الغازي في السليمانية دون وقوع خسائر، فيما أكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز. وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصديق البرلمان على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الحلف. كان البرلمان قد وافق الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى الناتو ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد 20 شهرا من التأخير. هذا وتظل المجر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama işlemini başlatıyorum. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 إقبالا جماهيريا كبيرا في يومه الأول، وبلغ عدد الزوار 207,414 زائرا، حيث حرصت الأسر المصرية على التوافد إلى المعرض من جميع محافظات الجمهورية وبكثافة عالية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور. وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام والزخم الجماهيري الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض. رياضيا، يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في 10 من مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الدور 16 لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار. وشهد المران مشاركة 24 لاعبا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى. ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح اليوم إلى مدينة سان بيدرو. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري اللي تواجد في التشكيلة المثالية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، وده بعد المستوى الجيد اللي قدمه مع الفراعنة والوصول لثمن نهائي كان. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن اختيار اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال كافضل مدرب في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
لامين كامارا لاعب منتخب السنغال توج بأفضل لاعب شاب بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، واللي هتستمر لحد 11 فبراير اللي جاي. كمان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي مروان حمدي قادما من النادي المصري، وده لدعم خط هجومه. وأنهى مدير التعاقدات ببيراميدز إجراءات ضم المهاجم ليصبح لاعبا في صفوف النادي بداية من شهر يناير الجاري. كمان منتخب مصر لكرة اليد فاز على منتخب تونس بنتيجة 30-25 في مباراة الدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، واللي بتستضيفها مصر باستاد القاهرة ليتأهل منتخبنا الوطني للنهائي. كمان حصل يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على جائزة لقب أفضل لاعب في مباراة فوز مصر على تونس بنتيجة 30-25. نادي ليموجا الفرنسي أعلن تمديد عقد سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة عام إضافي لحد 2025، حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام يسر نادي ليموجا الإعلان عن تمديد عقد سيف الدرع لمدة عام جديد. لتفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة دي وعن مباراة النهائي من علاء السيد الناقد الرياضي اللي منورنا عبر زوم، ونقول له صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بيك واهلا بمستمعي ومشاهدي القناه الاولى. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. في البدايه شفت ازاي فوز منتخبنا الوطني على تونس امبارح؟ شفت امبارح فريقنا العالمي، فريق منتخب مصر اللي تحضر في اخر 4-5 سنين كتيبه من المحترفين اللاعبين اصحاب الخبرات العالميه، بيأدوا بأداء واثق في وبيأدوا المطلوب منهم أمام جمهور رائع شجعهم وجاي يفرح بيهم. فرقنا طبعا فوز مستحق جدا وفارق واضح في الإمكانيات الفنية والبدنية لصالح منتخبنا اللي زي ما قلنا كده تم إعداده في آخر 4-5 سنين، وزي ما قلنا كده ابتعاثه للعب في افضل انديه اوروبا، ودي طبعا نتيجه يعني منطقيه جدا. وزي ما قلنا كده احنا فريقنا يعني محتاج يعني ببساطه كده سائق او مدرب يجمع اللاعبين وينزل بيهم في مباراه في المستوى ده اللي يفوز بسهوله. يعني انا شفت تقدم وثقه وما شاء الله يعني أداء أكثر من رائع. طبعا منتخبنا فاز للمرة الخامسة على التوالي، لكن كلمنا كمان عن سيطرة منتخب مصر على مجريات المباراة امبارح، وده كان يعني نعتبره حافز للفوز المباراة اللي جاية. طبعا المباراة امبارح كانت قراءة جيدة من مدرب بتاعنا كارلوس باستور، وخصوصا حراسة المرمى كريم هنداوي امبارح كان مفتاح البداية القوية جدا، وانطلاقات محمد سند. يعني احنا ممكن نقول في اول 10 دقائق ربع ساعة المباراة تقريبا انتهت بشكل كبير، لان دخول المباراة يعني كان قوي جدا من الاثنين دول مركزين، هجمات خاطفة، تصدي رائع من حراسة المرمى، كان مردوده فرق 5-6 أهداف في اول ربع ساعة، وده اللي صعب المهمة جدا على الفريق التونسي ان هو يتواجد تاني في المباراة. يعني الناس كلها شافت الحالة الفنية العالية جدا لكريم هنداوي امبارح الشوط الاولاني، اللي طبعا بالاضافة لباقي اللاعبين. يعني انا طبعا اداء الجماعي السلس والثقة الكبيرة في حراسة المرمى هي اللي ادت المردود الجيد جدا ده، والسرعة الفائقة في الهجوم الخاطف اللي ادت لان وجود فريق مريح استمر بيه الفريق المصري بخبرته وحافظ عليه طوال المباراة الـ45 دقيقة الأخيرة. وشكلك يعني معجب بطريقة لعب منتخبنا، لكن كلمني هل أدار خوان كارلوس المباراة بشكل صحيح ولا كان محتاج يغير فيها أكتر؟ أنا عاوز أقول بس إن فريقنا كان محضر بشكل جيد للمباراة. فريقنا طبعا حافظ الفريق التونسي، وان كان يعني في طبعا في وجهات نظر مختلفه في طريقه الاداره،
وخصوصا ان الناس شافت ان الفريق المصري يعني فايز بفرق 5 اهداف في الشوط الاولاني، كان ممكن يزيد الفرق عن كده شويه، لكن طبعا كل مباراه وليها ظروفها. طبعا اعتمد بشكل اساسي على اللعيبه المحترفين المتعودين يلعبوا على بعض. احنا فريقنا يعني ده مكون وبالشكل ده وبالتشكيله الفنيه دي يعني بقى لها 3 4 سنين يمكن من 2019، الشكل ده بالنسبه لنا محفوظ. يعني الناس متعوده وجود سند، متعوده على يحيى خالد، متعوده على يحيى الدرع، متعوده على علي زين موجودين في اماكنهم بالاضافه لكريم هنداوي. فيعني التشكيله ما كانش فيه تغيير كبير، احنا بس كنا طمعانين شويه ان الشوط الثاني يبقى اداء افضل شويه على اساس ان الفريق يزود الفرق، وخصوصا ان الفريق التونسي يعني زي ما بقول كده فقد التوازن شويه. الشوط الاولاني كان ممكن يبقى النتيجه اعلى من كده شويه. طيب لكن طبعا كمان هو حاول يرجع للمباراه ما عرفش، لان فريقنا خبرات عاليه ما شاء الله عليه. طب ايه راي حضرتك في استبعاد المدير الفني لعصام الطيار ومحسن رمضان ومازن رضا وخالد وليد؟ هي مقتضيات بطوله ومقتضيات لعب بصفه عامه. يعني حراسه المرمى عندنا كريم هنداوي ادى اداء رائع الشوط الاولاني، واخر 10 دقائق او قال اداهم محمد علي باداء رائع. وجهات نظر، يعني انا وجهه نظري انا لو كنت موجود في الملعب كنت هستغل عصام الطيار في فترات مختلفه في البطوله، مش في الماتش ده بالذات. يعني عصام الطيار ما شاركش في ولا ماتش في البطوله، فطبعا كان صعب يشارك في البطوله دي في الماتش بتاع امبارح. لكن باقي اللاعبين مقتضيات ملعب وفكر مدرب، نتفق او نختلف عليها ده امر طبيعي جدا، لكن في الاخر الراجل وصل المباراه النهائيه وبشكل مريح. يعني شفنا مباراه امبارح في فوز مريح للفريق المصري بدون شده اعصاب، زي ما قلنا كده خلصها في اول ربع ساعه بسبب التحضير الجيد. اللاعبين كلهم موجودين تحت، ال20 لاعب موجودين في المعسكر بيجهزوا، اللي يستفيد منهم بيحس انه ممكن ياخد منه اضافه بيضيفه للفرقه. امبارح يمكن ما نزلش ملعب خالص ممدوح هاشم وحسن قداح، عارفين ان بيستعيدوا مستواهم يعني شويه بشويه، لكن فريقنا زي ما قلنا فريق متكامل، الموجود بيسد الحاجه الفنيه المطلوبه من المدرب، وده امر طبيعي جدا يعني. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا سيد علاء السيد الناقد والرياضي على الشرح والتحليل والتفصيل ده، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. العالم على ارض مصر، ده العنوان الكبير اللي شفناه امبارح في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال55، واللي فتح ابوابه للجمهور وتخطى زواره ال200,000 زائر خلال يومه الاول. طبعا لان معرض القاهره الدولي للكتاب هو ملتقى للعالم كله، كان من الطبيعي ان تكون مشاركه مكتبه الاسكندريه واحده من اهم المشاركات في المعرض، بمجموعه كبيره ومهمه من الاصدارات والمشاركات بمحاور البرنامج الثقافي للمعرض، واللي هنتعرف على تفاصيل اكتر عنه من الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه واللي منورنا في صباح الخير يا مصر. يا دكتور صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك. طبعا بكل تاكيد طيبين بمناسبه المعرض وبمناسبه العام الجديد. وحضرتك طيب يا فندم وبخير دايما. ما فيش شك انه لما نيجي نتكلم عن مكتبه اسكندريه وهي تاريخ طويل من العمل في المجال التنويري والثقافي، كان لابد من وجود دور قوي ومشاركة فعالة في المعرض في نسخته ال55. هنتكلم مع حضرتك في البداية عن شكل الحضور بالنسبة لمكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أولا لما يبقى في معرض كتاب يعني لازم تيجي مكتبة الإسكندرية، لأنه إحنا بشأن الكتاب وبشأن الكتب، وإحنا نفسنا في المكتبة بنعمل معرض كتاب أيضا في الصيف في شهر يوليا من كل عام. فاحنا بنستعد استعداد كبير جدا للمعرض كل سنه يعني، وبنحاول ان احنا ندخل المعرض ب يعني نوعيه معينه من الكتب واصدارات جديده كلها في معظمها، ما تكونش اصدارات متكرره يعني. وانا من هذا المقام يعني بصراحه بتقدم للعاملين في وحده النشر، احنا عندنا في المكتبه وحده نشر كبيره جدا وفيها مطابع وفيها مطابع حديثه جدا وفيها مكان يعني حديث جدا، الأستاذة مروة عادل هي اللي ماسكه الواحد، فانا بتقدم لها بالشكر هي وزملائها
والعمال الموجودين والفنيين والمهندسين اللي موجودين معاها في العمل، لانها يعني خلال الشهور اللي فاتت يعني انتجت لنا كل هذه الكتب اللي موجوده قدامنا يعني في، وطبعا وغيرها يعني كلها اصدارات جديده، كلها ومعظمها اصدارات جديده يعني في معظمها اصدارات جديده. واحنا طبعا بنختار نوعيه معينه من الكتب اللي بتعكس فكر المكتبه. يعني المكتبه عندها بتهتم بالفن وبتهتم بالتراث وبتهتم بالعلم وبتهتم بالجوانب الفكريه، بتهتم بالترجمه، فهتلاقي في كتب مترجمه، هتلاقي في كتب تراثيه، في كتب بتعمل اركايفنج يعني ارشفه ويعني توثيق، زي كتاب مثلا هتلاقي كتاب هنا عن مدينة الأسكندرية بيوثق مدينة الأسكندرية دي وبيقدمها وبيصورها. هتلاقي كتاب عن مثلا حديقة الأرمان مثلا، في كل نبتة في الحديقة موجودة وعندنا يعني في صورة مرقمنة وفي صورة ورقية. هتجد كتب عن الآثار المصرية القديمة، هتجد كتب مترجمة، يعني في كتاب هنا مترجم عن واحد مجري كان عاش في مصر من سنة 1882 لغاية 1919، وهو اللي عمل كل ما يتعلق بالآثار الإسلامية المصرية. محدش يعرفه يعني. احنا بنحاول ان احنا حتى نقدم بعض الحاجات اللي موجودة في التاريخ التي يعني يمكن للشباب انه يعرفها، ممكن الجيل الأجيال الجديدة انها تعرفها. هو اللي عمل لجنة الآثار الإسلامية، هو اللي أشرف عليها، هو اللي أدار متحف الآثار الإسلامية، هو اللي أسسه يعني. فبنحاول في المكتبة، أهم حاجة بقى الكتيبات الصغيرة دي اللي حضراتكم شايفينها، ودي إحنا بنعملها للشباب الصغير، للأطفال وللشباب يعني من سن 15 كده لغاية سن 25. بنقدم فيها الفكر العالمي والفن العالمي والأدب العالمي كله في شكل كتيبات صغيرة. يعني بنحاول نديله فكرة كده إنه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي مش احنا بس، ده فيه عشان يبقى يعترف بالآخر ويبقى العقل بتاعه تعددي وقائم على فكرة إنه يعني ليس لا أنا لا أعيش في العالم وحدي، ولكن طبعاً الدنيا أكبر مني، الدنيا متسعة يعني، عشان نضيع تطرف من مخه يعني. طيب دكتور، الحقيقة أنه يمكن محور العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي من أهم المحاور اللي بيهتم بها المعرض السنة دي، ويمكن مكتبة الإسكندرية بالفعل هي سباقة في هذا المجال تحديدا. عايز أعرف من حضرتك إزاي أولا مكتبة الإسكندرية قدرت أنها تهتم بفكرة الديجيتاليزيشن أو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإزاي قدرت تشارك بيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ طبعا الرقمنة دي يعني هي مصير العالم المعاصر، واحنا يعني كل التطورات اللي بتحدث في العالم المعاصر كل يوم مستجدات في مجال الرقمنة. احنا شغالين في الرقمنة على يعني في هذا المستوى على ثلاث مستويات. في المستوى الاول بنحاول ان احنا نرقمن الكتب اللي موجودة في المكتبة بالفعل، واحنا عندنا معمل كبير للرقمنة بيعمل حوالي 30,000 صفحة في اليوم، يعني عنده طاقة رهيبة في القدرة على الرقمنة. ولذلك احنا لو قلنا رقمنة الكتب هنجد ان مكتبة الاسكندرية هي الاولى يمكن في العالم العربي، مش عايز اقول في العالم يعني، اللي فيها كتب مرقمنة. احنا وصلنا لعدد ضخم جدا، فوق من 500,000 كتاب، وبنحاول ليست كتب فقط، احنا بنرقمن المخطوطات وبنرقمن الخرايط وبنرقمن المجلات المجلات بنرقمن الصحف. يعني ممكن تجدي صحف باكملها من ساعة ما صدرت لغاية دلوقتي موجودة مرقمنة في مكتبة. يعني تقريبا كل مقتنيات المكتبة يعني إن كان كتب أو زي ما حضرتك قلت أو خرائط كلها يعني بيتم حفظها على مثلا الكمبيوترز أو بشكل أو بآخر أو ويب سايت. أولا هي بتتحط على موقع المكتبة ونتيح منها الحاجات اللي هي الحقوق النشر بتاعتها يمكن ان هي تكون حقوق عامه مملوكه للكل، لانه ما نقدرش احنا كل كتاب يعني نفرض ان في كتاب صدر السنه دي مثلا واحنا عملنا له رقمنه، احنا ما نقدرش ننشره لانه احنا نتيحه للقارئ داخل المكتبه. يعني احنا هنؤثر على الصناعه طبعا. عارف القانون بقى يمنعك من ان انت، ودي صناعه كمان يا فندم، احنا كده هنؤثر عليها طبعا، لان انت بتتعدى على حقوق المؤلف. فلما يبقى الحق متاح
نحن ننشر، انما عندما لا يكون الحق متاحا فنحن لا ننشر. احنا بنعمل حاجه تانية في الرقمنه، ودي تعتبر حاجه مهمه جدا، ان احنا بنرقمن المتاحف، المتحف، المتاحف في المكتبه. يعني احنا يعني بالاشتراك مع الجانب الايطالي عملنا رقمنه للمتحف الاثار اللي موجود داخل مكتبه الاسكندريه، بحيث انه من خلال الميتافيرس، من خلال انك تلبس نظاره كده تقدر تطوف داخل المتحف كله، وتقدر يعني تدخل داخل المتحف وتقدر وبنحاول ايضا من خلال مركز التراث اللي موجود في القريه الذكيه. احنا عندنا مركز التوثيق والتراث الطبيعي والحضاري في القريه الذكيه، ده يعني مخصوص عشان يعمل توثيق للتراث الطبيعي والتراث الحضاري الثقافي. يعني كل النباتات والحيوانات والشجر والمساجد والكنائس والقصور وكلها بيعمل لها رقمنه، يعني بيعمل لها ارشفه ديجيتال، بحيث انه احنا كمان بنعرضها على حاجه اسمها الكل الشرامه. الشباب او الزائرين المكتبه يقعد ممكن نديله نعرض له الحاجات اللي احنا بنوثقها. بنعمل كمان افلام قصيره، بدانا نعمل فيها بدانا نعمل سلسله من الافلام اسمها عارف برضه هدفها رفع مستوى الوعي. يعني احنا بنعمل الفيلم في مده دقيقه او دقيقتين، وبنقول الشخص بيدخل كده بنحطه على موقع اليوتيوب، يعني قناة اليوتيوب اللي موجودة على المكتبة. وده مشروع لسه هنطلقه، يعني لم نطلقه، احنا عملنا منه حوالي 30 فيلم وشغالين فيه، ان هو يعرف تاريخ بلده، ان هو مثلا عارف مين هو سعد زغلول مثلا. يعني بدي مثال بسيط جدا، يدوس كده يدخل يديله فكره سريعه عن الزعيم سعد زغلول. ده كويس جدا ومهم للاجيال اللي جايه. وحضرتك بتتكلم عن الرقمنه، مهم ان احنا نوثق كل الارشيف اللي موجود في المكتبه والخرائط والمخطوطات الموجوده والكتب القديمه عشان الاجيال اللي جايه، ده مهم. وعلى جانب اخر زي ما حضرتك ذكرت برضو، انه بيتم رقمنه المتاحف عشان نتيح للمهتمين بمكتبه الاسكندريه والمتاحف الموجوده فيها ان هم يزوروا المتاحف وهم في مكانهم، يعني نسهل عليهم اكتر. احنا لما يوم الجانب الايطالي ما افتتحنا المشروع ده، يعني كنا من خلال الاساليب التكنولوجيه بنقدر نتجول في مدينه روما، بنقدر نتجول في الفاتيكان، يعني واحنا موجودين هنا في القاهره. وهو كمان لما بياخد الجهاز ده بيقدر يتجول داخل المتحف، لانه هي كله بيبقى موجود على فلاشه، اول ما بتحط في الجهاز بتقدر تشوف كل حاجه ده. وتقدر الصوره تبقى يعني فيها ابعاد مختلفه، يعني تقدر مثلا انت بتدخل على المجموعه بتاعت مثلا توت عنخ آمون مثلا، فتروح داخل على التمثال تقدر تدوره وتقدر تشوف ظهره وتقدر تشوف جنبه وكده يعني. واحنا عندنا بصراحه يعني مره تانية في المكتبه فيها كفاءات عاليه جدا من البشر، يعني بصراحه يعني متدربين جدا جدا وعندهم كفاءه عاليه جدا جدا وعارفين المهام اللي بيعملوها. حتى في انتاج الكتب، انت لا تجد الكتاب لما بيدخل المكتبه لا يطبع هكذا يعني كده على طول، ان احنا يعني ده بيدخل في عمليات لدرجه ان هو كل كلمه فيه بيراجعوها هل هي مكتوبه صح، يعني متاخده من المرجع صحيح ولا يعني لو حضرتك راجع المرجع بنرجع احنا كمان للمرجع عشان نتاكد، بنشوف هل الكوتيشن ده سليم ولا مش سليم. وبعدين بتراجع لغه عربيه، وبعدين بيدخل تاني مراجعه من فنيه، وبعدين يتعمل له غلاف، وبعدين يخرج في شكل يعني ما بقاش كتاب كده، يعني لان الكتاب صناعه زي ما حضرتك قلت في الاول، الكتاب صناعه. ما ينفعش ان احنا نخلي الصناعه دي تبقى صناعه متدهوره، لا، صناعه تبقى صناعه راقيه جدا يعني. طيب دكتور، الحقيقه يمكن مكتبه الاسكندريه يعني منذ قديم الازل الحقيقه، وهي خلينا نقول بتجمع المعرفه في مخطوطات، بيبقى دايما في دور كبير جدا لتوثيق حتى العصور المختلفه. فكره توثيق الاحداث او المشهد الثقافي عامه في مصر، ازاي مكتبه الاسكندريه قدرت انها تطور من هذا الدور لانها على انها تكون كمان شاهده على العصور الثقافيه المختلفه اللي بتمر بيها مصر؟ احنا جزء من المهمه بتاعت مكتبه الاسكندريه انها تبقى مفتوحه على التاريخ، وتبقى مفتوحه على الماضي، وتبقى مفتوحه على الحاضر، وتبقى كمان مفتوحه على المستقبل. فاحنا بنشتغل على كل المستويات دي، فبنعمل احنا فيما يتصل
بتوثيق التاريخ المصري يعني جهد كبير جدا، واحنا نفسنا نعرفه للناس، لان من حوالي اسبوعين كده عملنا مؤتمر كده للمثقفين صغير وخدناهم القريه الذكيه في مركز التراث الحضاري. فهم كان احد المطالب بتاعتهم ان الناس تعرف المكان ده، ما فيش حد بيعرفه بشكل، واحنا عندنا قدرات فنيه في هذا المكان بنستطيع ان احنا يعني نعمل مشاريع، منها المشروع اللي انا هتكلم عنه دلوقتي اللي احنا بدانا فيه بالفعل، ان احنا نشوف في مصر في القاعده العريضه للمجتمع المصري في الريف وفي المجتمعات الحضريه في كتير جدا من الانشطه غير الموثقه، يعني محدش يعرف عنها حاجه. يعني ممكن تلاقي واحد في قريه بعيده بيصنع مثلا نوع من الصناعات نادر جدا واحنا ما نعرفوش، ومش لازم يكون حرفه من الحرف اليدويه، يعني مش لازم يكون بيشتغل في الخوص او بيشتغل في ممكن يكون بيعمل حاجه. فاحنا بنحاول زي ايه مثلا يا فندم؟ نوثق ده، نعمل خريطه للصناعات اليدويه والصناعات التنمويه، او يعني التدفقات بسميها انا كده، التدفقات التنمويه اللي موجوده في القرى واللي موجوده في المجتمعات الحضريه، بحيث ان احنا يبقى عندنا في مصر خريطه كده، انه لما ابص على محافظه اسوان هبقى عارف ان فيها كل قريه فيها فيها مثلا واحد بيصنع سفن مثلا، او بيصنع قوارب صيد، او بيصنع شباك صيد، او بيصنع ما او عنده مثلا مصنع عامله لصناعه انواع معينه من العلف للطيور مثلا يعني. فبنعمل ده، وبنعمل مشروع تاني في الذهن بس لسه يعني هنبدا تنفيذه، ان احنا نعمل حاجه اسمها المتحف الاثنوغرافي المصري. المتحف الاثنوغرافي ده بيبقى عباره عن متحف بيعكس او يعرض كل الثقافه المصريه، يعني مثلا انا هروح دمياط مثلا، فاعرض له الزي الدمياطي، اعرض له الصناعات هويه المحافظه، الصناعات الدمياطيه، اعرض له الاكل الدمياطي، اعرض له، ويبقى ديجيتال، يعني لو العادات والتقاليد، يعني ازاي بيحتفلوا بالافراح، ازاي بيحتفلوا ازاي بيحزنوا، ازاي بيفرحوا، ازاي بيغنوا، تبقى في شاشه موجوده كده، ممكن الشخص بيدخل على الكمبيوتر يعرف فكره عن المحافظه دي، ويعرف ايه الثقافه بتاعتها، وبعدين يبص كده حواليه فيلاقي الحاجات الثقافيه الماديه معروضه. فنعمل لكل المحافظات، واحنا عندنا يعني بنفكر في انشاء مبنى جديد للمكتبه في منطقه برج العرب، يعني مقترح ان احنا نسميها دار مكتبه الاسكندريه للابتكار للمعرفه والابتكار، وهيبقى فيها يعني هذا من ضمن مكوناتها هذا المتحف الاثنوغرافي، وطبعا ضمن اشياء اخرى، يعني ان احنا يعني هنعمل مين حاجات. بيعمل يا فندم على جمع كل هذه المعلومات وتوثيقها؟ يعني يعني مين اللي بيبقوا مشاركين في هذه المشروعات، او حتى فكره التوثيق وتسجيل الثقافات المختلفه حتى الموجوده في مصر؟ اكيد فريق عمل كبير قوي. لا ده احنا ده المشروع ده لسه ما بدأناهوش، المشروع اللي انا بتكلم عليه ده يعني ممكن يكون عندنا حاجات منه موجوده، بس احنا بنعمله في المكتبه. على فكره المكتبه على فكره فيها 2400 موظف، يعني فيها قوه طاقه بشريه ضخمه جدا، وبعدين احنا ممكن في بعض المشروعات بنستعين ببعض الناس من الجامعات، من المراكز البحثيه، من لو احنا محتاجين بنقدر نستعين بناس من دول، وبعدين يعني في تعاون بين جهات مختلفه. فاحنا عندنا على فكره الامكانيات موجوده ومتوفره، واحنا ممكن نعمله في خلال سنتين يكون خلصان، يعني ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله يا فندم. كل التوفيق في هذا المشروع المهم. لكن واحنا بنتكلم عن دور المكتبه في معرض الكتاب، احنا شايفين مجموعه كبيره من الكتب والكتيبات اللي حضرتك موجوده مع حضرتك دلوقتي. الكتب دي محتواها متنوع، شايفين بلغات غير مصريه، وشايفين محتوى ما بين كتب كبيره، ما بين مجلدات، ما بين كتيبات. على اي اساس تم اختيار هذه المجموعه للمشاركه في المعرض؟ لا احنا اول كتب بنجيبها في المعرض الكتب الحديثه النشر، يعني اللي لسه منشوره، ما فيش حد شافها لسه.
فدي دي بنجيبها، بنجيب يعني كل الكتب اللي هي الصغيره دي اللي هي بتاعت الشباب كلها مطبوعه العام الماضي، يعني ما هياش يعني تعتبر كتب جديده. في حوالي 10 كتب بس احنا مش جايبينهم كلهم، او 12 كتاب جداد خالص، يعني في بعضها يعني مثلا عندنا كتاب عن حجر رشيد، عندنا كتاب عن فنار الاسكندريه، عندنا كتاب عن اللغه الهيروغليفيه القديمه، عندنا كتاب. في بقى نوعيه من الكتب او منشورات دي اللي هي تعرف دايما في كل حته كده بيبقى فيها ركيزه قويه كده ثابته محدش يقدر يحركها، اللي هي الكتب الثقيله زي الكتب اللي حضرتك شايفها دي. دي بتشاركوا في كل نسخه فيها، انتاجها مكلف جدا، وهي كتب من الكتب اللي عارف مسميها كتب بقى اصبحت كتب كلاسيكيه، يعني الكتاب اللي بيوثق مدينه القاهره، اللي بيوثق مدينه الاسكندريه، واحنا بنهديه للسفراء وبنهديه لكل الزوار اللي بيجوا المكتبه. ده على طول بنعرضه كل سنه في المعرض لانه عليه اقبال كبير جدا، وبيتم في نوعيه ثالثه بقى من الاصدارات بتعملها مكتبه الاسكندريه اللي هي المجلات العلميه. اللي احنا عندنا مجله اسمها ذاكره مصر، موجود عدد منها هنا اهو، ومجله تانية اسمها ذاكره العرب، واحده بتحكي عن بتجيب حاجات برضو باشاره الى السؤال اللي سالتيه حضرتك على التراث، بتجيب دائما تنشط الذاكرة المصرية في موضوع. يعني مثلا أصدرنا عدد في حرب أكتوبر عن حرب أكتوبر وعن الذكريات بتاعت حرب أكتوبر وعن فهي بتولع يعني تبقى ماشية مع الأحداث وتكون الذاكرة في خلفيتها. وهذه المجلة من أكثر المجلات مبيعا. في مجلة تانية اسمها ذاكرة العرب، عندنا مشروع اسمه ذاكرة العرب، إن احنا بنجمع بيانات من الوطن العربي كله وبنحاول ان احنا نعرضها، عندنا عاملينها ديجيتال يعني رقمناها. كل بلد عربي بيبقى تدوس مثلا العراق فيحكي لك على تاريخ العراق ويعرض لك بعض العادات والتقاليد اللي موجوده في العراق. عظيم. اهم الاحداث اللي مر بيها العراق التاريخيه. عملنا بقى بجانب هذا مهم كمان يا دكتور لربط الشباب الجديد في الشعوب العربيه. طبعا فعملنا مجله اسمها ذاكره العرب، وبرده من المجلات اللي لان احنا عندنا مراكز بحثيه كمان في المكتبه، حوالي 14 مركز بحثي. بدءا من المركز المتخصص في المخطوطات والاثار والدراسات الاستراتيجيه والدراسات الاسلاميه والقبطيه والهلينستيه، يعني مراكز كل مركز او بعض المراكز دي بتطلع مجلات علميه، فاحنا برضو بنعرض المجلات العلميه. اخر حاجه من المنشورات احنا بنعمل عندنا انشطه ثقافيه وانشطه فنيه، بنعمل حاجه اسمها حوارات الاسكندريه، كل شهر بنعمل حواريه. عندنا حاجه اسمها مصر الغد، بنتكلم فيها عن الانجازات المصريه اللي بتحصل في العالم المعاصر اللي احنا عايشين فيه. عندنا منتديات ثقافيه، فبنطلع ده في شكل نشرات، كل يعني ندوه من الندوات دي بنطلعها في شكل نشره وبنوزعها، وبتبقى موجوده برضو ديجيتال، برضو بنعرضها من ضمن الحاجات اللي بتتعرض في المعرض. يعني بنجيب المعرض كده بدايته الكتب الجديده، وبعدين تيجي وراه بقى ذيول المكتبه كلها بقى تتحط في يعني. واكيد طبعا عندكم خبره، كل جسد المكتبه كله عندكم خبره اكيد من المشاركات السابقه في جمهور المعرض بيحتاج اي نوعيه من الكتب. طبعا هو في نوعيه، يعني في كتب، يعني في كتاب احنا عندنا مؤلفه صاحب الفضيله الدكتور اسامه الازهري عن مشاهير الازهر في عدد من المجلدات. الكتاب ده بيوزع كل احنا بنجيبه ونحطه، يعني تلاقيه عدد كبير من المجلدات. وعندنا كذا كتاب بهذا، يعني بيحكي تلاقي الكتاب عباره عن مجلدات ثلاثه او اربعه او خمسه، ده بيبقى عليه اقبال، وبعض الناس من البلاد العربيه بيبقوا يعني انا وانا في المعرض يعني بالامس، وده اتكرر برضو في العام الماضي، وجدت ناس، عارف حضرتك انه ناس كتير جدا من جنوب شرق اسيا بييجوا يدرسوا في الازهر، من اندونيسيا ومن جنوب شرق اسيا ومن ماليزيا وكده، يعني كل الاندونيسيين موجودين. صحيح. على المنطقه دي اللي فيها الكتب التراثيه والكتب اللي فيها هذا الكتاب، فاحنا يعني بنبقى عارفين مين هو الجمهور. مجله ذاكره العرب دي وذاكره مصر في ناس معينين بييجوا ياخدوها، في كتب بتبقى تحقيق لمخطوط. يعني المخطوط ده قديم ولم يصدر من قبل، واحنا بنتصور ان الكتاب ده ما بيبيعش
وكده يعني ممكن واحد مثقف يكون عامل كتاب يقول لك الكتاب بتاعي بس كده، بتلاقي الكتاب المخطوط ده بيبيع اكتر من الكتاب اللي هو العادي الصغير الكتاب اللي لانه فيه ليه زبونه الخاص، ليه الشخص اللي بيجي مخصوص. واحنا عندنا يعني الدكتور ايمن فؤاد ليه احد المخطوطات، راجل كبير جدا استاذ تاريخ عظيم يعني متخصص في تحقيق المخطوطات. المكتبة نشرت له أكتر من تحقيق لمخطوط ونشر له السنة دي مخطوط من المخطوطات اللي هو حققها يعني. نهيل. طيب دكتور ضيف شرف معرض الكتاب السنة دي هي مملكة النرويج، ويمكن تابعنا أيضا الإشادة بمكتبة الإسكندرية أمس، عايز أعرف من حضرتك دور التعاون الثقافي الدولي من خلال مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية لها تعاون دولي قوي جدا، لأنه يمكن المكتبة في بداية ظهورها في يعني بداية القرن كانت مش معروفة عالميا إلا لدى فئة محدودة، ولذلك هي كان بذل جهد كبير جدا من خلال طبعا إدارتها السابقة في إن هي تبقى فعلا عالمية. واصبحت الان المكتبه خلال ال 20، المكتبه دلوقتي بتحتفل ب 20 سنه 22 سنه تقريبا او 21 سنه، فاصبحت يعني احنا دايما اقول ايه الزمن مختلف عن الزمن يعني. دلوقتي اصبحت المكتبه عالميه، لانه في بعض الناس يقول لك يعني ازاي المكتبه نستطيع ان احنا نحولها الى مكتبه عالميه. هي بالفعل مكتبه عالميه، وان احنا بيجي لنا سفراء من كل انحاء العالم وبيزوروا المكتبه، لما يبقى في سفير على فكره جاي له ضيوف من بلده وبيروح يعني بعت الضيوف دول يزوروا مكتبه الاسكندريه، بيطلبوا منا تعاون، واحنا عندنا تعاون مع كتير جدا، من عندنا تعاون مع بعض البلدان في امريكا اللاتينيه، عندنا تعاون مع بلدان في اوروبا، عندنا اتفاقيه كبيره مع معهد مركز البحث الوطني في فرنسا في نظام الرقمنه، يعني بنعمل بنشتغل مع بعض في الرقمنه، عندنا علاقات قويه مع الوطن العربي، يعني عندنا مع احنا كان بالامس يعني كان في لقاء من حوالي 3 ايام مع مدير مركز اللغه العربيه في ابو ظبي الدكتور علي ابن تميم، وعملنا معاه ندوه بالامس، في عاملين مع جناح كبير في المعرض ندوه عن دور المكتبات، لان هم عندهم مكتبات وفي اهتمام بالمكتبات وفي اهتمام باللغة العربية، فاحنا بدأنا نعمل معهم شغل، وهم هيعملوا في العام القادم هيخلوا مصر تبقى هي ضيفة الشرف. عظيم. في وعملوا احتفالية بسيد درويش واحنا شاركنا فيها يعني. عندنا النهاردة بالساعة 5:30 في بيت السناري هنعمل ندوة يعني مع مركز الشارقة ومعهد الشارقة للتراث. هيناقشوا قضية، وهم اللي منظمين الندوة واحنا نشارك معهم، واحنا فتحنا لهم بيت السناري لكي تدار الندوه فيها. دور التراث، دور توثيق التراث في نهضه المجتمعات، وفي لان المجتمعات دايما حاضر وماضي، وما ينفعش ان انت تقطع الصله بالماضي قطعا كده، لازم يبقى في تواصل ما بين الماضي. فاحنا عندنا طبعا يعني فيما يتصل بالعلاقات بالعالم عندنا بصراحه علاقات قويه جدا جدا، وانا عايز اطمن الناس اللي هم بيقولوا مكتبة الإسكندرية متى تتحول إلى أنها تكون عالمية، هي عالمية بالفعل، مش حد يقدر كده، لا هي الناس بتلجأ لها، جزء مهم من التاريخ أصلا، الناس بتلجأ لها، الناس بتيجي أولا بتتفرج على المبنى وبتبقى سعيدة جدا وهي بتشوف المبنى، وتبقى وبعدين عارفة تاريخها القديم، لأن مكتبة الإسكندرية ليست بنت ال 22 سنة ولا ال 21 سنة، ده هي مكتبة اتعملت في القرن الثالث قبل الميلاد، فالمكتبة الحديثة هي إحياء لمكتبة قديمة، فنحن نتحدث عن تاريخ، ونحن نتحدث عن أن مدينة الإسكندرية هذه كانت عاصمة الثقافة فيما قبل الميلاد، وكانت نقطة نور في العالم كله. فإحنا كل اللي بنعمله أن احنا نخلي المدينة تبقى كمان من جديد نقطة نور في العالم كله. طيب دكتور، بتبنى الأمم بالثقافة والوعي، وفي ظل عصر الرقمنة المنتشر في العالم كله والعالم كله بيتجه ليه، إزاي نقدر نشجع الشباب مرة تانية على القراءة؟ هو ده سؤال مهم جدا، احنا محتاجين ان احنا نعمل ثقافة للقراءة. وانا عندي انا شخصيا اهتمام بموضوع القراءة ده، لان انا شخصيا من قبل حتى ما اروح المكتبة، فانا من 18 سنة عندي جمعية اهلية اسمها جمعية منتدى القراءة يعني، وعندي مجموعة بنقعد نقرأ كل اسبوع كتاب من 18 سنة، فأنا شخصيا عندي اهتمام بالقراءة،
ومن ساعه ما رحت المكتبه وانا عندي رغبه شديده جدا في ان احنا نعمل جائزه للقراءه ومسابقه قوميه للقراءه في مصر، وفعلا خدنا عليها موافقه من مجلس الأمناء وتم اعتمادها، وان شاء الله هنطلق في القريب العاجل يعني هنعمل كذا جائزه، منها جائزه مكتبه الاسكندريه العالميه، جائزه عالميه كده زي نوبل تبقى طالعه من مكتبه الاسكندريه، وجائزه تاني في الادب وفي العلوم الاجتماعيه وفي العلم بشكل عام للشباب بيكتبوا شعر وبيكتبوا روايه، واللي بيكتب كتاب مميز، واللي بيعمل براءه اختراع، واللي كل ده هنعمل له جوائز. بس هنعمل كمان جائزه للقراءه، والجائزه دي هي اول جائزه هنعلنها، يعني يمكن اخر شهر فبراير ان شاء الله هنعلن الجائزه الخاصه بالقراءه دي، وهنعملها على مستوى وطني قومي بحيث ان يشارك فيها اكبر عدد، وهندخل فيها الرقمنه. يعني انا الطموح اللي عندي انه كل حتى الاختبارات اللي تتعمل للناس اللي هيدخلوا في المسابقه كلها تبقى ديجيتال، كلها تبقى موجوده، يدخل يحل الامتحان ويتم تصحيحه بشكل برضه من خلال الكمبيوتر بشكل مرقما، وبحيث انه ما يبقاش فيها تدخلات خالص من قبل اي فرد، ومن قبل ما فيش فيها مجاملات، وان احنا يعني نطلع في اخر السنه كده مجموعه من القراء من مصر نقدر نحتفل بيهم ونقدر نعمل لهم احتفاليه كبرى ونديهم جوائز، هو ده اللي يشجع القراءه، وننشر كمان كتب رخيصه. احنا على فكره المكتبه لا تسعى الى الربح، ولذلك هي بتبيع الكتب بتاعتها مش بارباح، يعني ده هي تقريبا بتبيعها بسعر التكلفه، يعني بتكون طبعا بسعر قليل وتكون كمان قصيره، بما ان حضرتك اتحدثت عن فكره عصر السرعه ان بقى دايما الشباب عايزين. حضرتك الكتب اللي احنا عاملينها طبعا زي ما احنا شايفين 7000 كلمه، وبعدين عاملين في اخر الكتاب لو تمسك كتاب منهم حضرتك هتلاقي في اخر الكتاب كده في كيو ار كود كده الشاب يدخل عليه يطلع له فيلم صغير كده عن موضوع الكتاب، فيقدر بقى هو يتسلى شويه في الفيلم وبعدين يبص في الكتاب فيقرا. احنا محتاجين شويه ان احنا مهم جدا نتحايل يعني، وعلى فكره انا عايز بس يعني اطمن نفسي واطمن الدنيا كلها ان مصر بخير. اللي يروح المعرض، انا رحت اول امبارح حضرت الافتتاح ورحت امبارح، وشوف حجم الشباب والاطفال والاسر اللي موجوده في المعرض يطمئن ان مصر بخير طبعا. ويطمئن ان الاجيال القادمه الشباب دول اللي احنا في بعض الاحيان بنتكلم عنهم كمان كلام يعني ان هم هيضيعوا ومش عارف الكلام اللي هو بيتقال كده بشكل عابر وكده، في شباب ما شاء الله يعني وبيقروا وبيشتروا كتب، وفي شباب منهم كمان بيألفوا كتب طبعا. يعني انا كنت رحت لكذا دار نشر من الناس اللي انا اعرفهم، ودخلت ورحت دار المعارف ورحت دار العين ورحت الهيئه العامه للكتاب وكده، ولقيت شباب مؤلفين روايات ومؤلفين دواوين شعر ومؤلفين كتب، فاحنا عندنا يعني وبعضهم بيقرا. يعني صحيح القرايه ما هياش ثقافه عموميه بحيث ان كل الناس بتقرا، لا، وفي العالم كله ما هياش يعني بتلاقي اللي بيقراوا طيب. بنسب معينه، احنا النسبه عندنا قليله، نفسنا نعرضها شويه، ونفسنا المؤسسات الثقافيه كلها ليست مكتبه الاسكندريه فقط وانما المؤسسات اللي موجوده والجامعات محتاجين نشتغل ممكن اكتر على فكره عوامل الجذب، خاصه مع يعني العصر السريع اللي احنا عايشين فيه. بس في الحقيقه فئتين مهمتين جدا مكتبه الاسكندريه كانت مهتمه بيهم ومهتمه انها تجذبهم كمان للقرايه، اولا الاطفال، ثانيا كمان ذوي الهمم. طبعا احنا عندنا في قاعه القراءه الكبرى اللي موجوده في المكتبه، وهي قاعه من اكبر القاعات في العالم، يعني 11 دور كده مفتوحين في بعض كلهم، يعني عندنا مكتبه اسمها مكتبه الطفل، وهذه المكتبه هي يعني من ساعه ما بتفتح الصبح لغايه ما بتقفل اخر النهار هدفها الاطفال. بيجي الاطفال وبيجي احيانا بتيجي معاهم الاسر بتاعتهم، والمكتبه دي يعني ليست فقط بتشجع الاطفال على القراءه او الفن، كمان عندنا مركز فنون صحيح موجود ومبنى خارج المكتبه اسمه مركز عظيم. الفنون تبع المكتبه بنجيب الاطفال بنعلمهم الموسيقى، بنعلمهم الرسم، بنعلمهم ازاي يعملوا يعني تماثيل مجسمات يعني صغيره، سواء داخل المكتبه في القراءه، احيانا بنديهم محاضرات، احيانا بنجيب الاباء نديهم محاضرات ازاي يتعاملوا مع الاطفال وازاي
ذوي الهمم بقى لهم مكتبة خاصة بيهم وفي مكان بنستقبل فيه ذوي الهمم وبنحاول ان احنا نساعدهم على ان هم يقرأوا ونساعدهم انهم يتعلموا يتكلموا. عظيم جدا يا فندم. الناس اللي عندهم يعني مشكلة في النظر برضو بنخليهم يقرأوا كده في فاحنا يعني نتمنى ان احنا نكون بنعمل الدور. انا ما بحبش دايما امدح كتير في الحاجة اللي انا ببقى فيها بس نتمنى ان احنا نكون يعني بنعمل الدور بتاع المجتمع على يعني ما يتمنى المجتمع وما يتمنى. طيب. نشكر طبعا فخامة الرئيس على دعمه للمكتبة لأن هو رئيس مجلس الأمنة وهو القائد بتاعنا في مسيرة المكتبة فاحنا بنشكره لكل الدعم اللي بيقدمه للمكتبة وبنشكره على كل الإنجازات اللي بيعملها في المجتمع المصري. طيب دكتور أحمد وسريعا لو قدام حضرتك كتابين واحد ديجيتال وورقي تفضل أي واحد فيهم؟ يعني انا احيانا بقرا ديجيتال يعني وعلى فكره حتى في وانا بالف دلوقتي يعني مش بجيب كتب واحطها قدامي كده انا بجيب بكتب بس ما بكتبش على الكمبيوتر لا بكتب بايدي لغايه دلوقتي في حد بيساعدني بقى يكتب لي الحاجه بروح فاتح الكمبيوتر وادور على كتب ديجيتال الاول واجيبها واقراها ديجيتال واخد منها كوتيشنز واخد حضرتك وبعدين ادور بعد كده على الحاجات هل عندي في المكتبه هل في حاجات ممكن يبقى في كتاب معين لا اجده عارف عنوانه بس مش لاقيه ديجيتال فابحث عنه ورقي ولكن ما تزال الكتاب الورقي بنحمله معانا في الشنطه وبنسافر بيه ونعمل ولو ممكن نحطه على الايباد برضه ونسافر بيه يعني المستقبل هيفرض علينا الرقبنة بكل تأكيد. كل الشكر يعني. ليك يا فندم حضرتك شرفتنا ونورتنا الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمي حمدين تفضلي يا لمي شكرا لك جمانة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تصدر محكمة العدل الدولية قرارها اليوم بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه التدابير المؤقتة من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها اليوم في الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش نددت فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذي يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة داعية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي دعا مدير منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني جاء ذلك خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة التي وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها جحيمية وأضاف أدهانوم خلال كلمته أنه مؤمن بأن الحرب لا تأتي بحل بل بمزيد من الحرب والكراهية والعذاب والدمار And I'm a true believer. قال مصدران لوكالة رويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بينز ونظيره الإسرائيلي سيلتقيان مسؤولين قطريين في الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة هذا ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على أنباء المحادثات التي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف عنها وأضافت رويترز أنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية القطري إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد المحادثات المتوقعة في مطلع الأسبوع
ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن صواريخ أطلقت على مجمع للغاز في إقليم كردستان العراقي. وقال مصدر أمني للوكالة إن صاروخي كاتيوتشا استهدف حقل كرمور الغازية في السليمانية دون وقوع خسائر، فيما أكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 إقبالا جماهيريا كبيرا في يومه الأول، وبلغ عدد الزوار 207,414 زائرا، حيث حرصت الأسر المصرية على التوافد إلى المعرض من جميع محافظات الجمهورية وبكثافة عالية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور. وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام والزخم الجماهيري الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض. ورياضيا، يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في 10 مساء الأحد المقبل ضمن مباريات دور 16 لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. وشهد المران مشاركة 24 لاعبا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى. ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح اليوم إلى مدينة سان بيدرو. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. يمكن فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن السعي والعمل. السعي والعمل هو ده دور الرئيسي للإنسان عشان إعمار الأرض والحفاظ على مقدراتها، ومن خلال إتقان العمل بتقوم الحضارات والمجتمعات المتقدمة. طبعا عشان كده كل الشرائع السماوية دايما بتدعو الناس إلى السعي على الرزق وإتقان العمل، لأن ده بكل تأكيد بينعكس على حياة الناس وحياة المجتمعات بشكل عام. خلونا نرحب في فقرتنا النهاردة بضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير عليك. صباح النور. يا أهلا. يا أهلا بيك، منورنا. ربنا يبارك فيكم يا رب. في البداية عايزين نوضح للناس إيه هو مفهوم السعي. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث رائع بيبين لنا معنى السعي، بيقول فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ربنا بيضرب لنا مثل في التوكل بالطير. الطير اللي لما بيطلع الصبح هي بتطلع تطير. ايه راح فين؟ هتعمل ايه؟ هتطلب الرزق ازاي؟ كل ده مش في حساباتها. في حساباتها ان هي تعمل ايه دلوقتي؟ تسعى. هو ده السعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ سماه توكل، او سماه حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن العمل واهميه العمل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا سبحانه وتعالى هيئ الارض دي ان احنا نتحرك فيها. بالمفهوم اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الطير ده، مطلوب مننا ايه؟ نتحرك ونسعى ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالعمل. طب النتائج، طب هنوصل لايه، طب هنعمل ايه، طب لو انا بذلت دوت هوصل ولا مش هوصل، دي كلها حساباتنا احنا، حسابات ربنا سبحانه وتعالى. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. احسن العمل، اعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويهديك وييسر لك كل امر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك، في يمكن الناس دايما باللغه البسيطه كده بتقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. في ناس بتعترض احيانا على الجمله دي. في ناس بتشوفها انه السعي لازم حتى لو في مجهود، حتى لو ملوش علاقه بنوع دراستك او لازم طول الوقت تبتدي تعمل حاجه عشان حتى يعني حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. حضرتك شايف انه هذه الجمله اسعى يا عبد وانا اسعى معاك دي، حضرتك مع الفريق اللي بيعترض عليها، هل هي صح، هل هي غلط، هل هي موروث، هل هي موروث اكتر ثقافي، شايف حضرتك ايه؟ اكيد اللي بيعمل اللي عليه بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاه. الانسان لو مش بياخد بالاسباب، سنن ربنا الكونيه مش بتحابي حد، لازم في الاول وفي الاخر كل حد يعمل اللي عليه، وبعدين بقى
يجي توفيق ربنا، لان اول خطوه دايما من عندنا احنا. اول خطوه يعلم الله في قلوبكم ايه خيرا يؤتكم خيرا. يبقى في البدايه في خطوه عليا انا لازم اعملها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في المعنى اللي حضرتك بتقوليه دوت، انا معايا مثلا شهاده كذا، او ازاي اشتغل الشغلانه دي رغم ان انا ممكن اشتغل حاجه افضل منها فخليني قاعد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمجتمع او بيربي المجتمع وبيربي كمان مجتمعنا وكل المجتمعات في كل زمان ومكان، بيقول ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان ياتي احدا فيعطيه او يمنعه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على شغلانه اسمها الانسان يلم حطب او يجمع حطب. طب ايه اشمعنى الشغلانه دي واشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيها المثل؟ اولا الشغلانه ديت محفوفه بالمخاطر، هطلع في الجبال والصحراء واروح للاماكن اللي فيها حطب وبتاع، ممكن الاقي فيها احدى الزواحف ممكن يصيبني بين منها اذى، فالمخاطر فيها كبيره والمشقه فيها كبيره، شمس وحر وصحراء. طيب العائد اللي هيقعد عليا ايه بقى من جمع الحطب دوت؟ عائد زهيد جدا، يعني هي شغلانه مخاطرها كبيره والعائد بتاعها قليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك تشتغلها تعف نفسك عن سؤال الناس، تعف بيتك عن سؤال الناس، ده افضل من انك تروح تسال حد اداك او لا. وفي روايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا اي المعطيه خير من اليد السفلى اي الاخذه. وابدا بمن تعول، يعني خد بالك من الناس اللي انت واجب عليك نفقتهم، ابدأ بيهم يعني اكفيهم شر هذه المسألة. وفي حديث تاني يوضح المعنى، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير دينار الدينار الذي تنفقه على أهلك. يعني ده خير الصدقات، خير الأموال الإنسان ممكن ينفقها فوق أو قبل أولى بالمعروف أو قبل كمان في سبيل الله. لا مش بس كده، ده نفقتهم واجبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي افضل الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب شيخ معاذ، في بعض الناس بيسعى وبياخد بالاسباب زي ما حضرتك ذكرت، لكنه لم تهيئ له اسباب الرزق، او حتى الان يعني لسه رزقه ما جاش اوانه زي ما بنقول، فبيحبط. ده ممكن تقول له ايه؟ هنقول ايه لكل مجتهد نصيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما اكل احد طعاما قط خيرا له من ان ياكل من عمل يده. وراح قال لنا ضرب مثل بسيدنا مين؟ سيدنا داود. إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب اشمعنا سيدنا داود؟ سيدنا داود أتاه الله الملك، أتاه الله الحكم، يعني مش محتاج يشتغل صح ولا؟ ومع هذا كان يأكل منين؟ من عمل يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل عشان إحنا كمان ناخد بالأسباب، وإحنا كمان محدش فينا يقبل إن هو يعيش من غير ما يعمل حاجة نافعة ينفع بها نفسه وينفع بها مجتمع. طيب الفرصة لم تأتي بعد، خلي بالك الفرص بتيجي للي عمل اللي عليه. الفرص بتيجي للي بيجتهد. الحتة دي ما فيهاش حظ قوي. الحظ ده احنا بنقوله كده يعني لو احنا ما نعرفش السبب، بس ما فيش مجتهد إلا ولقى الحظ معاه، يعني مجازا لو سميناه حظ، إلا ولقى في الحقيقة بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى معاه. وكلامنا مع الشباب، كلام حضرتك وكلام حضرتك صحيح، احنا بنقابل الشباب ونتحدث معاهم. الازهر الشريف كنتوا حضراتكم بتتكلموا من شويه على معرض الكتاب، وفي جناح الازهر وفي ركن الفتوى نخاطب الناس ونتكلم مع الشباب ونستمع لمثل هذه الكلمات. الازهر ليه دور توعوي كبير جدا عشان يرسخ معاني شبه كده، اعمل اللي عليك، اسعى، خليك ايجابي، ما تنظرش للنتائج القريبة السريعة وخلاص، ما تقعدش من غير شغل أصلا ما فيش حاجة مناسبة. الدين مش مع كده، الدين مع السعي ومع العمل. حتى في الكليات العلمية زي كلية الدعوة الإسلامية هتدشن مؤتمر في الشراكة الأزهرية لصناعة وعي فكري صحيح عشان نحصن الوعي الفكري من كل ما يعني يأخذ من قيمة المجتمع، ونحصن الوعي ونصحح المفاهيم. الأزهر قام بدور كبير جدا لأن الوعي في منتهى الأهمية. الوعي سليم هتلاقي التحرك والعمل إيجابي وسليم. طبعا السعي في حد ذاته فيه أحيانا البعض ممكن ما يكونش مستوعب معنى صح،
في البعض بيبقى ممكن شايف انه يسعى، بمعنى انه يبقى شويه، خليني برده اقولها باللغه البسيطه، خبيث، انه يقفز على المواقف، انه يستسهل، انه طول الوقت يحاول، يعني يحاول ان هو يعمل مواقف مثلا مش لطيفه عشان ده بالنسبه له من مفهومه من وجهه نظره ان ده سعي وانا لازم الحق واجري واسبق بطرق يعني الدين لا يحث عليها. حضرتك شايف فعلا هل ده سعي ام ده يؤخذ على الشخص؟ سؤال رائع. ليه بقى؟ لان احنا كده بنوزنها. احنا قلنا طرف النقيض الاولاني تعالى ما نعملش حاجه خالص، طرف النقيض الثاني تعالى بقى ايه، ناخد من الحلال ومن الحرام وباي سبيل، من غير شرف ومن غير قيم، كلاهما مرفوض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على النموذج ده بالمناسبه لما قال ان روح القدس اللي هو سيدنا جبريل نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. وبعدين فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لما يجي حد يطلب الرزق يطلبه ايه؟ باعتدال، يطلبه بوسطيه، يطلبه بقيم الاسلام وبتعاليم الاسلام. ولا يحملن، دي بقى الوصيه، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق، ده انا بسعى وبسعى ومش لاقي، او الرزق مش جاي برضه، على ان يطلبه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما يقولش ده انا مضطر مثلا؟ لا طبعا ما يقولش ده انا مضطر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول الرزق ده في ايد مين؟ في ايد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا عايز حاجه من ربنا هطلبها بالمعصيه؟ ربنا سبحانه وتعالى اديها لي؟ طبعا مش اديها لي. ولو انا خدتها هيبارك لي فيها؟ مش هيبارك لي فيها. فلا بد، ايوه العمل، ولكن مع الحفاظ على دين وقيم الدين، والحفاظ على قيم واعراف المجتمع، والحفاظ على الاخلاق. في ناس يا فندم بتشوف انه دي مصلحتي وانا لازم اسبق، يعني في ناس ممكن تحسبها بالشكل ده. ما هو حساباته ديت الشرع عالجها، حساباته دي الشرع وجهه فيها. انت كده ما اسمكش نجحت، ما اسمكش كسبت. لو انت كسبت على انقاض الفضائل وعلى القيم، طب ما انت بقيت انسان سيء. ما نفعك ما جمعت من الاموال، ما نفعك، ما نفعك ما حصلت من المكاسب او من المناصب، كل ده في الدنيا لا يساوي شيء الا ان يحافظ الانسان على دينه وعلى اخلاقه وعلى قلبه وعلى مبادئه. الا النجاح ما يبقاش ليه قيمه اذا لم يكن نجاحا بشرف، ما قيمه هذا النجاح؟ طيب واحنا بنتكلم عن السعي واتقان العمل، ايه الفوائد اللي ممكن تعود على الشخص من اتقان العمل؟ على الشخص نفسه ان هو يبقى عمل طاعه عظيمه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله كتب الاحسان في كل شيء. لما الواحد يجي يعمل اي حاجه يتقنها، يعملها صح. ويمكن كتير مننا النهارده بيعاني لما بيبقى هو ما يعرفش في حاجه، فيجي حد يعملها له فيعملها له اي حاجه في اي كلام، فيستشعر قيمه ان ازاي قد ايه مهم ان كل حد يحسن شيء يتقنه ويفهم هذا الحديث ويفهم معنى الاحسان اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله. يبقى اول حاجه هي طاعه لله سبحانه وتعالى. تاني حاجه قول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمه كل امرئ ما يحسنه. انا بعرف اعمل ايه، دي قيمتي، دي قيمتي، بعرف اعمل ايه لحد فين، قد ايه، كام في الميه متميز فيها ولا مني كتير، فقيمتي دي قيمتي. كل واحد بيختار قيمته، بيختار هو فين عند الناس وعند ربنا سبحانه وتعالى قبل الناس طبعا. طيب اداء العمل كمان في وقته المحدد، شايف حضرتك انه ده من خلينا نقول برضو يعني يندرج تحت فكره اتقان العمل ومهم، ولاي مدى كمان فكره أداء العمل في وقته المحدد؟ في ناس ممكن تأجل مثلا بعض الأعمال اللي عندها يوم تاني تقول مش مشكلة، في بعض حتى يمكن المصالح ممكن تتعطل، ده حضرتك بتشوفه إزاي؟ لا هو مش من إتقان العمل، هو من الحلال والحرام. بمعنى إيه بقى؟ إتقان العمل ده يعني درجات، وإذا كان العمل كامل يعني، بس أنا بحسنه وبجمله، دي درجات في الإحسان. بس اصل العمل موجود، انما اجي انا امشي قبل موعدي او ما اخلصش شغلانه يبقى ده انا كده قصرت في الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوكلها الي في هذه الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني انا لما سبت دوري فاضي. الصحابه في غزوه احد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم اداهم مهمه، قال لهم ما حدش ينزل من على الجبل لو اللي هم الرماه، لو شفتوا ايه اللي حصل، شفتونا انتصرنا انهزمنا، محدش يبرح الجبل.
لما لقوا ان المعركه شبه انتهت نزلوا من على الجبل، فكانت النتيجه العكسيه، ان المجموع اصابته ايه؟ الهزيمه. ليه؟ لان في مجموعه معينه ما ادتش دورها. ده هنلاقيه دايما في الحياه. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود صحيح، بس اوامره اتنفذت ولا ما اتنفذتش؟ دول خلفوا الامر، ربنا تاب على الصحابه، دي حقيقه. بس في الاخر احنا تعلمنا هذا الدرس، انت على ثغر تقوم بحق هذا الثغر. طيب بعض الناس وهو شغال في مكان مثلا وليكن وبيأدي وظيفه معينه، بيتخيل انه السعي ده ممكن يكون اعتراض على وضعه الحالي. لا طبعا، لا، في فرق كبير بين الاثنين. طبعا ربنا اللي قال، طبعا ربنا اللي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، ايه كان سبب الهجره؟ ايه سببها او ايه الدوافع اللي ادت للهجره؟ الواقع اللي كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق، وكان في استضعاف، وكان في اضطهاد للاسلام واهل الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيب المبادئ، يسيب الدعوه، ولا يغير المكان؟ يغير المكان. صلى الله عليه وسلم الهدف هي المبادئ، هي التعليم، هي غير الواقع والبيئه فتغيرت النتائج. مطلوب مننا كده بالعكس، السعي وتغيير البيئه وتغيير. وفي الحديث بتاع قاتل المائة نفس، في حكايه عن الرجل الذي افتاه اللي هو العالم، قال واترك ارضك فانها ارض سوء. عايز تتوب؟ سيب البيئه دي غلط، سيبها واذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. كمان مطلوب من الانسان ان هو يسعى دائما للتحسين والتصويب، وربنا سبحانه وتعالى بيؤتي الانسان على داء الاجر، سواء في طريقه الى الله سبحانه وتعالى في الترقي مع الله سبحانه وتعالى، او في طريق السعي في الدنيا. وزي ما قلنا ان العمل وكفايه النفس والاهل من خير الصدقات في الاسلام. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. نورتنا يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا ليك، شرفنا بحضراتكم، ربنا يحفظكم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. طبعا ما فيش شك، تاريخ فني كبير جدا وحافل قدمته سندريلا الشاشه العربيه سعاد حسني خلال رحلتها الفنيه ومحطاتها المختلفه خلال مشوارها الفني ما بين السينما والشاشه الصغيره والمسرح والمسلسلات الاذاعيه، وحققت خلالهم نجاح كبير جدا يا جماعه. هي يعني محتاجين نتكلم طبعا عن السندريلا، اهم المحطات الفنيه في حياتها، مع ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الناقد الفني خالد محمود. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ خالد. صباح الفل، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. خلينا نقول ان سعاد حسني واحده من اهم النجمات المصريه كممثله، كمغنيه، كحتى استعراض، من اهم الفنانات المصريات، مش بس هقول انها في جيلها، ايقونه حقيقيه. لكن لو هنتكلم عن هذا النجاح وهذه الايقونه، شايف انه ايه عوامل نجاح سعاد حسني، وايه عوامل استمرار هذا النجاح وبقائها معنا حتى الان؟ اولا انا سعيد ان انت قلت عليها الاستثنائيه، هي فعلا ده تعبير ينطبق على سعاد حسني. انا اعتقد انه هي من القلائل اللي حتى على مستوى العالم اللي عندها موجات من الأداء ومراحل مختلفة وتنقلات غير عادية في الأفلام والأدوار اللي قدمتها. عشان كده تلاقي سعاد حسني هي الوحيدة تقريبا في مصر والعالم العربي اللي قدمت، اللي بدأت بأدوار خفيفة وبعدين استعان بها المخرجين في مرحلة مبكرة بأدوار عميقة وسرية جدا، وبعدين دخلت في مرحلة سينما اللي بتدعو للفكر وأفكار فلسفية وشخصيات بتاخد وتدي وتشتبك مع المجتمع. يعني شوفي من الزوجة الثانية مثلا، هذه الشخصية اللي هي قدمتها ببراعة شديدة جدا، ازاي قدرت تتعامل مع العمدة الجميلة، الزوجة الجميلة اللي فلاح فقير عادي، قدرت ازاي تخترق هذا المجتمع وتتمرد عليه وتحقق هدفها. القاهرة 30 مثلا، طبعا هذه الشخصية انا بعتبرها اهم دور قدمته سعاد حسني على الشاشة. هذا الميكس في المشاعر والتعبير والاداء، من ارتباط بشاب بيكافح من اجل اثبات وجوده في المجتمع لعلاقه مع عشيق
لراجل ساري في حته ثانيه خالص، ازاي قدرت تعيش مع موجات هذه الشخصيه بتقلباتها النفسيه؟ اعتقد انه حتى لما استعان بيها محمد خان في موعد على العشاء، هذا الدور المدهش جدا اللي هي بتقرر فيه في النهايه التخلص من حياتها وحياه الزوج، لانها مش قادره تعيش بين قصه الحب مع الشاب اللي لقت فيه نفسها وهذا الزوج اللي مش لاقيه مع نفسها. قدرت سعاد حسني بمشاعرها تقنعك انك تقبلي زعتر النوجي زوج ورجل. عارفه لو شخصيات اخرى بتؤدي هذا الدور تاخدك كده تحسسك بتردد، انما هي حطتك في قالب. شوفي نظرات عينيها، سحر النظره وبريق النظره، بتعبر بيها ازاي بتعبر عن الانكسار، ازاي بتعبر عن الذعر الغضب الخوف. في مشهد رائع جدا عملته في غروب وشروق مع ابراهيم خان لما دخل عليها وقالت له اطفي النور، وعينيها زيغه، هي خايفه منه جدا لانه يعني مسكها وهي في وضع مش ظريف، لكن ازاي سعاد حسني بتخفي كل هذه المشاعر ورا نظره ورا اداء ورا تعبير. عاوز اقول لك يعني انه هي من الممثلات انا بحطها في مرتبه عاليه جدا، من وجهه نظري بتفوق نجمات عالميات. عاوز الناس تعيد قرايه سعاد حسني تاني على الشاشه وتتفرج عليها بالراحه، الفلاحه المتمرده، شايف انها حتى مع كل ده لسه برضه مش واخده حقها ومحتاجه ان الناس تعيد قراءتها مره اخرى. طبعا مين من ممثلات في تاريخ السينما المصريه عمل هذه التنويعه؟ مين عمل دور زي نعيمه في حسن ونعيمه؟ ولسه انت كنت بتكلمني حضرتك على شحاته ابو كف، ازاي سعاد حسني مهدت الطريق لنور الشريف اصلا؟ يعني هي شخصيه شحاته ابو كف وصلت ازاي؟ من الطرف الاخر من قدرات سعاد حسني انها بتدي المساحه الوجدانيه للنجم اللي قدامها انه يقدر يوصل شخصيته باكبر قدر ممكن. علامات التعجب وعلامات الاندهاش وعلامات البراءه اللي ظهرت عليها مهدت لنور الشريف انه ينجح في شخصيه شحاته ابو كف، زي بالظبط ما عملت مع احمد زكي. هي طبعا احمد زكي يعني اعتقد انه بيدين بالفضل في جزء من المشوار لسعاد حسني، لانها مهدت له الطريق في مثلا زي موعد على العشاء انه يخش بشخصيه وكاركتر مختلف. ولذلك الناس كانت بتسال دايما هو ليه اختارت احمد زكي يعمل معاه هو وهي، لانه الاثنين بينهم مساحه ابداعيه مشتركه، ازاي كل واحد يدي للتاني الفرصة انه يعبر عن مشاعره، وان الشخصية بتطلع هذا التلون الكبير. توج سعاد حسني في مرحلة مختلفة خالص يعني، وانا بتكلم معاكم سرحان في مجموعة من الشخصيات. صحيح. ازاي في مشهد خلي بالك من زوزو لما لبست وتحزمت عشان ترقص، قمة الدراما وقمة الوعي وقمة الاندماج. في أين عقلي؟ فيلم أين عقلي؟ أيوة وأين عقلي؟ أين عقلي؟ أنت داخلة في منطقة، ده اللي كنا بنقول عليه المخرج والمؤلف اللي عنده أفكار عاوز يوصلها بلغة سينمية عالية كان على طول بيروح لشخصية تجسدها سعاد حسني. أين عقل؟ ده حكاية تانية خالص. طبعًا. على من نطلق الرصاص؟ هذه المشاهد اللي طول الوقت حطاكي إحنا هندين مين؟ المساحة بتكبر بتوسع بتوسع بتوسع، وفي النهاية أنت بتديني مجتمع وتصرفات مجتمع كامل بظروفه بقى السياسية والاقتصادية. لولا أداء سعاد حسني وعينيها اللي بتطرح تساؤلات، بئر الحرمان، شوف انت عمالين نمشي على شخصيات صحيح. مش معقولة يا جماعة، ده تاريخ ممثلة تنوع قادر على ده. وبعدين ترجع لإشاعة حب يعني. أيوة طبعا ده يعني بصي إزاي هي حتى في إشاعة حب حتى هذا الفيلم برضو بنت جيلها في مساحة انها ازاي تعجب بالفتى اللي مقطع السمك وديلها زي ما بيقولوا، لكن البراءة والعمق الاتنين في سعاد حسني.
طيب بعض الفنانات او الفنانين بشكل عام كانوا بيرتبطوا بالثنائيات. أيوة. سعاد حسني كانت قادره ان هي تتنوع حتى في الثنائيات، يعني شفناها مع رشدي أباظه في اكتر من عمل، حسن يوسف، احمد زكي، شايف يعني اي قصه كانت ناجحه اكتر؟ انا شايف انه سعاد نجحت في كل الثنائيات اللي قدمتها. ما نقدرش قدام سعاد حسني ان احنا نختار ثنائية معينة أو دور معين أو فيلم معين. كل فيلم دخلته كانت جوه التركيبة الشخصية اللي هي تخليك محور 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 العمل. وعلى فكرة معظم الأفلام اللي قدمتها في المرحلة الثانية بعد مرحلة الأفلام الخفيفة، أفلام كلها كانت بمثابة يعني نقاط مبهرة لأداء ممثلة. يعني ما احنا شفنا في السنوات دي والجيل ده اداء عادي وسينما عاديه، ادوار سعاد حسني كانت دايما بتكسر المألوف وفيها مشاعر كتيره متقلبه. انا شايف انه عملت ثنائي كويس قوي في حسن ونعيمه مع احمد زكي، عملت ثنائي رائع مع نور الشريف في اهل القمه، عملت عادل امام كمان ثنائي رائع مع عادل امام في المشبوه. انت هنا بقى وقفتي في محطه مهمه جدا. دي موجه جديده برضو طبعا. شوفي مش بس مع عادل امام في المشبوه، الحب في الزنزانه. انت شوفي وعلى فكره عادل امام في المرحله دي ما كانش سهل انه يتعامل مع ممثله. عادل امام في المرحله دي كان يعني تاريخه طبعا احنا كلنا بنعتز بيه، بس كان بيبقى هو رقم واحد جوه المضمون بتاع الفيلم. في الفيلمين دول كانت سعاد حسني انا من وجهه نظري رقم واحد، لان هي اللي كانت شايله الحكايه. يعني هي اللي حولت مسار شخصيه عادل امام في حب على زنزانة، صحيح، وهي اللي حولت مسار عادل امام كشخصيه يعني مفهوم في كشخصيه لص وودته في حته ثانيه في المشبوه. وعلى فكره فيلم المشبوه ده المخرج سمير سيف لو انت تيجي تحط الفيلم ده قدامك كان عنده ثلاث كاركترات مهمه قوي: سعاد حسني وتصرفها الرائع لما راحت اتفقت مع الضابط اللي قدمه فاروق الفيشاوي. انا شايف ان حتى الفيلم ده من اروع الادوار اللي قدمها فاروق الفيشاوي. وعادل امام كان يعني تقبل الامر عشان حياته تتحول. الثنائي اللي عملوه في فيلم المشبوه وتجسيدها وتعبيرها ورفضها اللي هو يسير في منظومه اللصوصيه والاجرام. انت فكرتيني بده حتى يعني حب في زنزانه، شوفي نظرتها ورا الشباك، صحيح، بالمنديل الاخضر. قصه الحب انت في اللا منطق ما تقبلهاش، في المنطق انا اسف، انما على الشاشه قدر عادل امام وسعاد حسني مع المخرج محمد فاضل ان هم تقبلي هذه القصه وانت قاعده بتحلمي ان المسافه بين الشباك والزنزانه بتاعت عادل تقرب عشان يبقى فيه لقطه عاطفيه موجوده. ما كانش يقدر يعمل الاحاسيس دي غير سعاد حسني. انت هذا المشهد كمان بيفكرني بمشهد تاني في فيلم الكرنك. ازاي برضو نور شريف يعني هذا يعني ثنائي اخر. وكانوا لسه في نور كان لسه يعني يعني ايه في البدايات، لكن سعاد تحس انها اعمق بكتير جدا وان سنها اكبر بكتير قوي، سنوات الخبره اقصد، بكتير قوي في هذا الدور من العمر القصير اللي كان اشتغلت فيه في الفن. كانت متجاوزه كتير قوي. تعبير بالعين والاحساس والمشاعر والزواغان والبريق واللمعان ما اقدرش اقول صفات اكتر من اني لما بحب اتفرج على حاجه فيها اداء وتمثيل لازم ارجع لسينما سعاد حسني. عايز تتفرج على حاجه فيها اداء وتمثيل بترجع وعمق بترجع لسعاد حسني، عايز حاجه فيها شقاوه وخفه دم وترجع لسعاد حسني، عايز حاجه فيها بهجه بترجع لسعاد حسني. حقيقي شخصيه عشان كده هي استثنائيه، يعني في كل دور هي بتقدمه انت بتصدقها. يعني ما بتحسش ان في بعد اخر غير اللي انت شايفه. لا لا انا عاوز اقول لك انت حتى نموذجين سعيد ان انت بتقوليهم، نموذج الشقاوه عاوز اقول لك ان في قصص حب كتير قوي اتبنت واتاخد فيها قرار وجداني بين الولد والبنت بعد خلي بالك من زوزو.
لانه هو ازاي تختاري وازاي تدافعي عن قرارك وازاي تعيشي قصه حب وازاي تبقي بهذا المرح وانت جواكي احساس انك هتبقي مقبوله من المجتمع في النهايه. في النهايه انا لازم افرض نفسي. هذا الفيلم كانت فيه افكار متقدمه جدا لسنوات اخرى قادمه، غيرت مفاهيم في المجتمع. بالظبط، غيرت مفاهيم في المجتمع. واجمل ما في السينما الجميله لما يبقى عندك بطل او بطله يقدروا يحطوكي ويغذوا المجتمع بالافكار دي وانها تفضل عايشه معاكي. يعني قصه اميره عاشت كتير، قصه يعني العلاقه بينها وبين زعتر النوري عاشت كتير، انها تتخلص من الزوج القاسي اللي رافض انه 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 مراته مش قادره تحس بحياتها معاه، وانها تتخلص من هذه الحياه. اكيد ناس كتير بتقف قدامها علشان تفكر ازاي احنا الاثنين مش قادرين نعيش مع بعض، لا لازم ناخد قرارنا من بدري ان احنا ما نوصلش الحياه عشان ما نوصلش لنهايه قاسيه. شايف ان هيجي تاني زي سعاد حسني؟ بصي انا عندي شبه احساس سلبي بانه احنا عندنا ازمه في النجمات في مصر. وده سببه فكر المنتجين اللي هم كانوا دايما بيعيشوا ورا ان انا اجيب نجم وتبقى البطله مجرد ورده في عروه الجاكيت. السنوات دي احنا بندفع ثمنها دلوقتي. انه لما استمرنا مع نجوم الكوميديا 10 15 سنه بانه هم المتسيدين الساحه، انا مش ضد ده، بس كانت البطله او النجمه مجرد عروه يعني كده بتكمل الاحداث. ده بعدنا شويه عن اكتشاف مواهب. طب هل هي مشكله منتجين ولا ثقافه الفنان نفسه؟ الاثنين. يعني احنا لازم يبقى في اراده عند الفنان انه ازاي يصنع تاريخ لنفسه وان ازاي يتمرد. ما انا عاوز اقول لك على حاجه، مكان في ظل زمن سعاد حسني وفاتن حمامه وغيرهم كان في السينما التجاريه موجوده وكانت السينما الكوميديه موجوده، لكن كان في مخرج يريد ان يصنع تاريخ، مؤلف يريد ان يصنع تاريخ، ونجم مسلم نفسه وفي النهايه صنع التاريخ. هو احمد زكي عمل كام فيلم في حياته؟ مش بالكم الكبير. نور الشريف وقف في لحظه وقال انا كفايه كده، لازم ابتدي اعمل سينما مختلفه. وبحث بنفسه. وهنا عاوز اقول رساله من خلال القعده الجميله دي، ان انت لازم تبحث لنفسك عن تاريخ. راح بحث عن سمير سيف، اشتغل معاه وقدمه للجمهور وعمل معاه دائرة الانتقام وأفلام أخرى فيما بعد، ومنها الدور بتاع شحاتة أبو كف. فيما بعد راح جاب محمد خان وعمل معاه ضربة شمس وأفلام أخرى. راح جاب محمد النجار وعمل معاه زمن حاتم زهران. راح جاب داود عبد السيد، وده مثال مهم جدا يا استاذ خالد، يجب على الفنانين يعني بتوع الجيل الحالي هم كثيرة. بس لازم نملك الإرادة نفس ولازم النهج. لازم مسؤولين عن صناعه الافلام كمنتجين والى اخره يبصوا لانه نطلع فيديت جديده. صحيح. ونهتم بالنجمات، ويعني ومصر طول عمرها ساريه بكل تاكيد. طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الفني الاستاذ خالد محمود، الف شكر ليك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شاديه بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله بكره صباح الخير يا مصر هيكون معاكم في نفس الميعاد من 7 ل 10. جمعه مباركه، أجازة سعيدة إن شاء الله، وصباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.